انا بس الاول هنبتدي في الفيجوال اكيوتي في الاطفال الصغيرين، لان دي برضو حته احنا ما بنلعبش فيها كتير، لازم نبقى عندنا فكره عنها عشان تبقى برضو مهتم بيها شويه، وبعدين هنتكلم بقى في الفيجوال اكيوتي تيست اللي احنا بنعمله كل يوم. ايه الليميتيشن او الليمت اوف ريزولوشن اوف ريزولفينج باور بتاعت الاي؟ الترم ليمت اوف ريزولوشن اند ريزولفينج باور ريفير تو ذا سمولست انجل سيبريشن بتوين تو بوينتس، عشان تشوفوا تو بوينتس which allows the formation of two discriminable images by the optical system. يعني عايز اقول لك ان بالبساطه شديده ان ده نوع من انواع الديسكريميشن، الفيجوال اكيوتي ده نوع من انواع الديسكريميشن، انك تحس التو بوينتس as two points not as one point. تمام؟ اذا التو بوينتس شفتهم one point يبقى الريزولفنج باور بتاعتك ضعيف، اذا شفتهم تو بوينتس يبقى هيبقى جود ريزولفنج باور. طب كل ما المسافه بين التو اوبجكت دول تبقى صغيره وانت تشوفهم تو اوبجكت يبقى انت يو هاف ايه جود ريزولفنج باور. تمام؟ كل ما الانجل دي تبقى اصغر وانت شايفهم اثنين برضو على الرغم من هذا. طبعا دي فاكتورز كتيره بقى بتتحكم فينا في الحته دي. اولا من ضمن الفاكتورز كان فاكتور الايه؟ الديفراكشن. فاكرين الديفراكشن؟ احنا قلنا الديفراكشن ان الضوء لما بيخش ما بيبقاش لينير، بيتحول الى ويفز زي ما انت شايف كده، و84% او 80 و84% كانت في السنتر، وبعدين 8 وبعدين 3% وبعدين اللي احنا سميناها الاريز ايه؟ الاريز رينج والاريز باترن دي. تمام؟ ايوه. The limit of resolution is reached when the two aris discs are separated so that the center of one fall on the first dark ring of the other. يعني او بمعنى ثانيه اللي هي اسمها رايلي كرايتيريا، احنا هناخدها دلوقتي في الفيجوال اكيوتي، ان البيك بتاعت واحدة فيهم الاريز رينج دي البيك لازم تنزل على الفيرست كلاس، خدت بالك في الثاني واحدة في الويف اللي جنبها. يعني بص اهو لازم البيك هنا دي تبقى على الكلاس دي. ما هو دي اسمها البيك واللي تحت اسمها الايه؟ الكلاس. فلازم البيك تبقى على الكلاس. تمام؟ هنا تقدر تشوف الاثنين التو بوينتس از تو بوينتس. إذا وصلت للمرحلة دي إنك أنت في السبريد فانكشن دي وصلت إن البيك بتاعت وان ويف تبقى واقع على الكلاس بتاعت الويف الثانيه، هنا تقدر تشوفهم اثنين. تمام؟ التست تملي بقى بتاعت الفيجوال اكيوتي هتعمل تشيك على الريزولفنج باور بتاعت الاي. تعال نشوف بقى في الاطفال الصغيرين ايه اللي بيحصل. In young child test appropriate to the age and development of the child must be selected. يعني كل سن بقى هيبقى فيه سيلكشن للتست اللي انت هتستخدمه. As soon as the child is old enough, tests which respond to behavioral should be replaced by those requiring matching. يعني ايه؟ في الاطفال الصغيرين قوي هنستخدم حاجه اسمها الماتشنج. يعني ايه؟ اجيب له مثلا حاجه زي كده واحط له حاجه زيها قدامه واقول له اختار لي اللي زي دي، اختارها او اعمل صباعك كده، يعمل صباعك كده، يعمل صباعك كده، يعمل صباعك كده، يبقى ده بيعمل حاجه اسمها ماتشنج. تمام؟ هو انا ما بقولوش حرف ايه ولا مفتوح فين ولا حاجه، انا بقول له جاست ماتش القصه دي. اول ما الطفل يبتدي مداركه توسع شويه عند 5 6 سنين تبتدي تقلبه على الاوبتو تايبس اللي احنا بنشتغل بيها بقى العاديه. وده فعلا بيبتدي يديك اكيوريت ايه؟ جود فيجوال اكيوريت. يعني ما يجيلكش مثلا طفل سنتين ثلاثه وتروح معدولي على العلامات، صعب قوي مش هيعرف يشوفها. العيال مسطله، العيال مدروشه خالص، ما يعني فاهم؟ لا ما ينفعش. بيبيز ار بيست اكزامند وين اليرت. لازم الطفل يبقى صاحي، ما تجيبش طفل بينام وتختبر لي الفيجوال اكيوتي فيه. نوت هانجري، يعني لازم ما يبقاش جعان، لازم يبقى واكل وراضع واخد بالك ازاي وفايق لنفسه عشان تقدر تقيس الفيجوال اكيوتي. تمام؟ فيكسيشن ويز ايزر اي شود بي سنترال ستيدي اند مينتيند، اللي هي السي اس ام دي سنترال ستيدي اند ايه؟ مينتيند. بص اهو شوف مركز مع الصوره ازاي بتصور جميل ازاي؟ تمام؟ ده الفيكسيشن بتاعه الاستيدي واكتف ومش بيحصل له حول وعينه ما بتحصلهاش ديفيشن ولا شيفت ولا نستجمس ولا حاجه. تمام؟ ذا بيست تارجت لي از ذا هيومن فيس. هو طبعا عايز اقول لك حاجه، لو في طفل لسه مولود مثلا وبعتوا لك يقول لك تعالى شوف لنا الطفل ده كده اخباره ايه؟ البوتنشال بتاعت النظر بتاعته اخباره ايه؟ لو لسه مولود خالص عندك تو ريفلكس ممكن تشوفه. البلينكينج ريفلكس والبيبيلر لايت ريفلكس دول سب كورتي. خدت بالك ازاي؟ يعني دي ريفلكسز ايه؟ سب كورتي. تقدر تختبر بيهم في الاول. بعد فيو ويكس يعني في اول 3 4 اسابيع تبتدي تشوف بقى القصص دي. تمام؟ البيست تارجت الطفل يقول لك ايه؟ از اف ذا تشايلد از كمبيوترايز تو لوك تو ذا هيومن فيس. تمام؟ الطفل يحب يركز قوي في الهيومن فيس، يعني بص هو مركز مع الراجل اللي بيصوره.
انما بص ساعد بقى الرضع والاكل والمصلحه. بص بص باصص لامه ازاي، شوف مركز معايا ازاي. وطبعا ساعات من كتر التركيز يبتدي يرحب بيها ويروح حاطط صباعه في عينها ويعمل لها ريكارنت ابسيلال ايروجن، ده اللي ذا فيري كومن اكسيدنت. فده مصلحه. اه انا بقول لك ايه، ده بدل مصلحه. لا بس بص للوك بتاعته مركز ازاي، لدرجه يقول لك ايه، ذا تشايلد از كمبيوترايز تو لوك للهيومن فيس، يحب يبص على الهيومن فيس يعمل فيكسيشن في الاول. تمام، دي نمره واحد. الاول الطفل على فكره يعمل فيكسيشن بس ما عملش فولو. بالك ازاي؟ يعني ايه؟ ماما تقول لك ايه دلوقتي مش عرفت مش عنده 6 اسابيع ولا 7 اسابيع، عرفت ازاي؟ تقول لك لا 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 ده على طول ده بيبص لي من اول ما اطلع من المطبخ بيبص لي، عشان انت بتهيص. هي هتعمل له الرضعه وعمال يعيط وهي عايزه تسكته ومن بعيد، اه ماشي ماشي حبيب ماما الاكل جاي. الواد حتى بيجي له كونديشن ريفلكس زي الكلب. انت عارف الكونديشن ريفلكس لما ضربوا الجرس للكلب وجابوا له الاكل، فمره ضربوا الجرس وما جابوش اكل معدته اشتغلت. واخد بالك ازاي؟ فالولد ايه بيروح باصص ناحيه الصوت، ايه الهيصه دي؟ وبعدين هو بيتبسط ويشجع لان عرف ان الهيصه دي بيبقى بعديها غيار واكل وروقان وبتاع، فبتدي يروح باصص لها. هو انما قول لها روحي له وانت ساكته مش هيبص لها خالص. هيبص لها طول ما هي بترضعه كده، اول ما تمشي من قدامه ما يتابعهاش لان هو ما بيقدرش يعمل ايه؟ فولو، لان فولو دي عايزه مور اكسترا بيراميدال وتبتدي يشتغل بطريقه ثانيه. تمام؟ اللي هو بقى انت عارف السكات، فاكرين السكات؟ حركه جامده وبعدين البيرسيت موفمنت اللي هي الفولو. تمام، البيرسيت موفمنت دي تبقى ديفلوب بعدين، السكات ديفلوب في الاول سهل. ولذلك انت حتى تلاقي الطفل بايه بيعمل شوتينج، يعني بيعمل ايه، بيمرن عضلاته بشوتينج، بعد شويه يقدر يمسك الحاجه. تمام، يعني ما تجيبلوش حاجه مثلا اللعب اللي هي، ما انت عارفين في لعبه كده لذيذه عصافير وسمك بتقعد تلف حوالين السرير بتاعهم كده تعلق على حرف السرير، دي ما يعرفش يلعب بيها الا في فتره معينه، لازم يبقى ديفلوب الاكسترا بيراميدال. هو في الاول تلاقيه بيهبش فيها كده ويروح موقعها عليه ويتنطر فيها كده، هو مش عارف، هو عمال يشوط كده وبتاع، هي بتمرنه شويه بس دي مالهاش لازمه في الوقت البدري قوي ده. تمام؟ يبقى الاول الطفل كان فيكس ذا هيومن فيس، دي نمره واحد. الطفل لو عينه بتشوف يرفض الاوكلوجن. الاوكلوجن بص بيتخانق ازاي، شوف هيقطع هدومه وهيقطع ايد الراجل والاطفال من نفسه، عارف لو ما عرفش يخرج من المأزق ده بيروح ماشي براسه. جربوها كده. تمام، يعني الطفل سهل قوي الاول لما تغطي له عينه، لو ما قدرش يشيل ايدك بصباعه كده خدت بالك، هو الطفل طبعا بيقعد مذهول من اللي بيحصل، انت بتطفي النور في الاوضه وتمسك التورش بتاعك قدامك كده وتنوره له. هو على فكره هيبص لوحده على الضوء، هو عنده اول 6 اشهر بيبص على الضوء، يعمل فيكسيشن على الضوء عشان يمرن ايه الماكيولا بتاعته من غير صوت، ما حدش يعمل صوت. يعني انا اكره قوي ان الاقي النايب مثلا ماسك الطفل مش مش ايه يا ابني ايه تدهله ليه، هو هيبص من غير حاجه، مجرد انك تطفي له النور وما تعملش نويز وتخليه يبص على النور، هيبص على النور اوتوماتيك، مش هيروح في حته ثانيه. اذا كان عنده جود فيجن هيبص على النور بتاعه. تمام، ابتدي غطي له عين من عينتين يرفض هذا، يبقى العين دي كويسه بتشوف. يعني انا بستنى حتى اقول للاهل ايه، بصوا بقى اللي اتقلب اللي هتحصل دلوقتي، حط ايدك كده، بعد تلاقي الواد بيشدها فعلا، يتخانق معاك ويشدها، بص عامل ازاي مش طايق نفسه. خدت بالك؟ الطفل ريفيوز اوكلوجن وفاسينج ار، يبقى الاول هيعمل فيكسيشن على اليومن فيس، هيعمل فيكسيشن على اللايت، وبعدين هيريفيوز الاوكلوجن وفاسينج ايه؟ ار. تمام؟ طيب سترونج ريفرنس او بريفرنس تو دي وان اي انديكيت ان ادفيرس ريسبونس تو ذا اوكلوجن اوف ذات اي، يعني زي ما بقول لك الطفل يرفض تماما ان هو يبقى تقفل له عينه اللي بيشوف بيها. طب افرض ان في عين عمل معاها الريسبونس ده والعين الثانيه لا، يبقى دي غالبا فيها حاجه، فيها مشكله، فيها بلوجيا مش شايفه. تمام، سكوينت بقى، وجود سكوينت او نستاجموس خدت بالك، او الروبن جيز اللي هو بيبحث كده طول النهار عمال يدور على حاجات، اند اي بوكينج اول سجست بور فيجوال اكيوتي. الطفل اللي تلاقيه عمال يبص اوفر شوتنج كده وعينيه تروح في حتت غريبه الشكل كده بدون داعي، ده طفل عنده باد فيجن. تمام، دي ساينز للباد فيجن. الفيجوالي دايركتد ريتشنج ديفلوبس بتوين ذا 2 to 5 months اوف ايج، يعني انه بيبقى شايف حاجه ويبقى عايز يروح لها، بقى يبتدي يمد ايده عليها عايز يروح لها. وان ذا فيجن از بور ذا موفمنتس ار اكسبلوراتوري ان نيتشر، يعني ايه؟ يعني الطفل كانه بيحسس زي الاعمى مش شايف، هو بيروح ناحيتها وشايف خيالات كده بس تلاقيه رايح يحسس عليها مش رايح لها مباشره. تمام،
much can be deduced from watching babies playing. يعني سيب الطفل يلعب قدامك كده شوفه بيرسبوند ده او اسال امه لما بيبقى فيه لعب جنبه، لما بيبقى فيه حاجات ملونه جنبه بيمسكها بيمد ايده عليها ولا مفيش بياخدش باله منها ويتكعبل فيها. خدت بالك ازاي؟ هتقول لك هي اهو. بص picking up tiny objects هو ريكوجنايز ان في حاجه هنا، والموتور سيستم بتاعه بيبتدي يستخدمه انه يبيك ات اب. picking up tiny objects ممكن حتى احنا نعملها له ان احنا التايني اوبجكت دي يبقى ليها مقاسات. ده ميز بقى الفيجوال اكيوتي بتاعتي. انا هحط له الاول مقاسات كبيره بلوكات زي المربعات الكبيره دي، وبعدين هحط له عيال صغيره في كف ايدي بقى احطها قدامه كده، اذا هو شايفها هيمد ايده ياخدها غصب عنه، عنده حب استطلاع تملي في كل حاجه. التجربه الاولى بتاعتي دي في كل حاجه تمام. picking up tiny objects بقى. بعد كده the ability of a child age 15 months or older to pick up tiny colored hundreds of thousands of sweets اللي هي النقط الصغنططه دي suggests near visual acuity equivalent 26. يعني شوف عند 15 شهر وصل تقريبا الفيجوال اكيوتي بتاعته لما يساوي 6-24 or better تمام. in the absence of visual defects like cataract or حواديت دي والتوسط. او اذا الكلام ده ممكن يوصل له زي ما انت شايف اهو عند كام 15 شهر يقدر يبيك اب تايني اوبجكت كده. however good near visual acuity may develop in the presence of high myopia. ممكن الطفل يبقى هاي مايوب وبيلعب كويس قوي لان ده بيلعب في حتت ايه كلوز حواليه هو ليه معصر. انا عايز اقول لك حاجه الهاي مايوبيا في الاطفال ممكن انت ما تكتشفهاش بسهوله لان زي ما بقول لك الطفل معسكراته تملي ايه كلوز يعني الواد مش كده فكر بنلاقيه فين. تلاقيه ورا الدولاب تحت السرير جوه الثلاجة جوه الغسالة مش عارف ازاي في حتت مقفولة كده هو قاعد بيلعب. عمرك ما تلاقي طفل واقف في البلكونة يتفرج على الناس اللي ماشية في الشارع. He's not interested في الموضوع ده. عشان كده الميوبيا صعب انك انت تكتشفها في الأول. بعد كده بنشوف بقى حاجة ريسبونس اللي هو الكات فور ذا درام اللي هو الأوتو كاينيتيك ايه؟ استجنس. انك تجيب له حاجة بتتحرك. الطفل بريفير تو لوك تو ا موفينج أوبجيكت. إذا كان شايفها. فلما نجيب له الدرام اللي هي الروتاتوري درام دي ونقول له بص عليها هو بيبص على خط وخلاص ضاع منه يروح راجع ايه واخد خط تاني. يعني بيعمل سكات عشان ياخد خط جديد وبعدين يعمل فولو اب ايه بالبيرسوت موفمنت. فاكرين الحركتين دول؟ احنا قلنا السكات شوتينج وبعدين بالراحه شوتينج وبالراحه واخد بالك ازاي. يبقى دي سكات بيرسوت موفمنت سكات بيرسوت موفمنت وهكذا. بس الكلام ده عشان تعمله لازم تكون شايف الخطوط اللي بتلف دي تمام. يبقى اذا كات فور درام كان ميجر فيجوال اكيوتي اهي زي ما انت شايف. السايز ده بتاعها بيقول لك كورسبوندنج تو فيجوال اكيوتي رينجنج فروم 6 ل 62 وين فيود فروم 60 سنتيمتر. اهي بص الريتاتوري درام دي بتاعت الاوبتو كاينيتيك نستاجنس دي كان شايف ذا فيجوال اكيوتي مش عارف ليه لان ليها مقاسات. الخطوط دي بيبقى ليها مقاسات. الريسبونس بتاعه هتعرف هو عمل ريسبونس مع المقاس الفلاني ما عملش ريسبونس مع المقاس التاني تمام. ليها مقاسات اهي زي ما انت شايف وتشوف الريسبونس بتاعها. لازم الطفل وهو باصص لها يجي له ايه؟ نستاجنس. وبتحركها له مره هوريزونتال يوم يجي له هوريزونتال نستاجنس ومره فيرتيكال يوم يجي له فيرتيكال ايه؟ نستاجنس. تمام؟ يبقى اذا لازم الاوبتو كاينيتيك نستاجنس. سلام ورحمه الله وبركاته. لازم الاوبتو كاينيتيك نستاجنس ده تشوفه في عين الطفل. اذا ما شفتوش يبقى هو مش شايف الدرام بتاعتك دي. تمام؟ يبقى شفنا الطفل بيبص بيفكس على الهيومن فيس بيفكس على اللايت تمام. الاول فيكسيشن بس بعد كده فيكسيشن اند فولو زي ما اتفقنا. بعد كده زي ما شفنا البيكنج اب تايني اوبجكت. الطفل بيرفض الاوكلوجن اوف سينج اي. الطفل تقدر تختبره بالاوبتو كاينيتيك ايه نستاجن زي اللي هو الكات فور ذا درام تمام. بص ذا درام از ماسكت باي سكرين اكسبت فور ريكتانجلر ابيرتشر والاكسبوجر. بص انا هوريها لك عامله ازاي اهي. ممكن تبقى درام فيه كده في ايدك وممكن النوع ده اللي هو بتبقى الدرام مستخبيه ورا الفتحه دي. يعني هو بيبص من خلال الفتحه دي بس يوم يشوف دي بتلف اهي. بص يبقى شكلها عامل كده اهي. يعني تعمل له سكرين بس كده حته صغيره هنا يشوف بيها كده. ففي اجهزه بتبقى عامله كده سكرين اهو السكرين ده خدت بالك ازاي. الفتحه دي بس اللي بيشوف فيها الخطوط. وممكن توري له دي يعني ممكن تستخدم دي زي ما شفناها في الاختبار اهو ده. او ممكن بيبقى فيه نوع تاني اللي هو بس بيبقى قدامه سكرين صغير كده يقدر يشوف منه في الكات فور درام ده. ها تمام يس لازم ده هو لو ما لا ده هو لو ما جالوش نستجمس وهو قاعد قدامها يبقى عنده بور فيجن.
ده لو ما جالوش نستاجنس وقعد قدامها يبقى عنده بور فيجن. تمام. بريفرنشال لوكينج بقى ان الطفل يفضل بريفرنشال يعني افضليه عنده ان يفضل ان هو يشوف الموفينج اوبجكت. تمام. وانه يحول عينه من حاجه ثابته لحاجه موفينج. دي اسمها البريفرنشال لوكينج. بص الاختبار بيتعمل اهو سكرين زي ما انت شايف كده، بس خلي بالك السكرين ده بيبقى فيه فتحه واحده هنا وواحده ثانيه هنا. تمام. وفي خرم صغير هنا، الدكتور قاعد ورا الخرم ده. دي انت عارف عامله، انت عارف العين السحريه بتاعت الباب بالبيت عندنا عامله زيها بالظبط. انت بتبص من وراها على عين الطفل. بص اهو شوف الطفل قاعد هنا اهو، اهو بيبص عليها وادي ناحيه بتتحرك والثانيه ثابته. تمام. انت وبرده دي ليها مقاسات، دي ليها مقاسات. تمام. البريفرنشال لوكينج دي اهو، بص واحده هنا بتتحرك والثانيه بتبقى ثابته، وفي الخرم صغير الدكتور بص ورا. انا اوريك الليله ماشيه ازاي. بص اهو شوف الدكتور فين؟ أراجوز اهو، بنعمل شغل أراجوزات. تمام؟ قاعد ورا بتاع دي بيراقب الطفل اهو. طبعا الطفل طول ما قاعد على رجل مامته ومطمئن. هو ده قاعد، انت عارف لما تقعد على الكرسي بتاعك تحس ان دي قعدتك وانت مطمئن خلاص، هو قاعد على رجل مامته عارف ان دي مامته. فهي قاعد هادي جدا، يبتدي يبص بقى، نحرك له ناحيه فيها خطوط عريضه وبعدين ناحيه فيها خطوط ارض، نثبت العريضه ونعمل ارض. نبص، هل هيسيب دي ويبص على دي؟ لما يسيب دي ويبص على دي يبقى معناه ان هو شاف الجديده ولا لا؟ وهكذا لغايه ما نيجي في مره نلاقيه ما بينقلش عينه. ثم نعرف هو واقف عند رقم كام؟ برضه عندي الفيجوال اكيوتي بتساوي هذه الارقام. دي بقى اسمها البريفرنشال ايه؟ بريفرنشال لوكينج. تمام؟ دي برضه من الحاجات المهمه. الحاجات المهمه برضه ان الطفل بعد شويه نقدر نقيسه الفيجوال ايفوكد ريسبونس في بي اهو على التشيكر بورد زي ما انت شايف اللي هي الصوره بتاعت التشيكر بورد دي. وبناخده ريسبونس من الاوكسيتال كورتك زي ما قلناها في الفيسيولوجي قبل كده. تمام؟ ايزر بلاك اند وايت سكوير هافينج ريتنج او سكوير بورد باترن ويتش از باترن ريفرس، خدت بالك ونشوف الفريكونسي بتاعتها. بعد كده هيبتدي الطفل يبص على حاجات زي الاوبتو تايبس بقى، بس في الاول الاوبتو تايبس ما بتبقاش حروف، بتبقى سيمبلز، خدت بالك؟ ذا ايدنتيفيكيشن اوف ويتش كورسبوند تو سيرتن ليفل اوف فيجوال اكيوتي. All tests employ black letters or pictures على white background. خدت بالك؟ On an opaque or retroilluminated white background in order to maximize the contrast. يعني انت هنا بتعمل له كونتراست 100%. ابيض واسود يبقى 100% كونتراست. تمام؟ يا اما اللوحه بتاعتنا بتبقى ورقه بيضاء وعليها علامات سوداء او illuminated مش بيبقى فيها لمض من جوه بتبقى illuminated برضه بالخلفيه البيضاء دي هي دي maximum contrast. The requirement of each optotype test to correspond to the literacy بتاعت ال ability بتاعت الطفل، هل الطفل verbal ولا pre-verbal لسه ما بينطقش. تمام؟ هل بينطق وبيعرف الحروف ولا ما بيعرفش الحروف لسه؟ Testing of young child requires them to match. في الأول بنعمل لهم موضوع الماتشنج ده. خدت بالك؟ The optotype letter أو السيمبل اللي موجود عنده في الكارت شون by the examiner with 6 to 3 meter يعني من 3 من 3 ل 6 متر قدامه. الدكتور بيقف ويوري له صوره او اللوحه او علامه وهو بيبقى عنده زيها، عنده زيها قصاده فيه زيها، يقوم هو يشاور له على دي وتقول له وريها لي، يروح ماسكها من قدامه ويوريها له. تمام. في كذا نوع بقى من القصه دي، في كذا نوع من القصه دي. الكلام ده بيستخدم في الاطفال من 18 ل 24 شهر، خد بالك، يقدر يشوف البيكتشرز دي. الكايت بيكتشر تيست دي، دي بيكتشر اوف اوبجكت ساتش از كات او ترينر هاوس اهي، دي بنعمل له علامات كده زي كده اهو. بص الدكتور بيبقى في ايده البتاع دي والطفل او الطفل بيبقى في ايده الكروت وانت بتوري له صوره من دول على اللوحه بتاعتك اللي في ايدك وبتقف على مسافه 3 ل 6 متر قدام. تمام. ده اسمه الكاي بيكتشر تيست او الكاي بيكتشر تيست يوز بيكتشرز اوف اوبجكت ساتش از كاست ترين اوت هاوس. بص اهي شوف هو بيبقى معاه الحاجات بتاعته اهي وانت معاك الحاجات بتاعتك وانت بتقف على من 3 ل 6 متر وتوريها. في نوع تاني الكارديف كارد دي اهي برضو اشكال مختلفة، طيارة، مركب، سمكة، مش عارف ايه، برضو دي بتستخدم الفيتش. تمام. بعد كده بقى ستايكير ليترز دي انك بتجيب ليترز بقى حروف بس ما بتقولوش ايه الحرف، بتقول له اعمل ايه ماتشنج. تمام. الشديان جاردين دي نفس القصة والستايكير ده، كل دول بتبقى حروف انت بتوري له حروف زي دي بس انت مش عايز تقول لي يقول لك ده او وده ايه وده تي وده اكس، لا هو معاه زيها وهو بيوريها لك. بص اوري لك اهو معاه الكروت في قصاده في ايده اهي، بص زي كده
انت بتوري له اللوحه وهو بيشاور لك عليها، اقول له حبيبي دي فين عندك هنا، هو بيروح باصص لها ويبص في الورق اللي قدامه ويشاور لك عليها. تمام؟ اهي ده هاو تو تيست ذس اهو. بص هو بيشاور لك على الحرف في اللوحه اللي قصاده، هو مش مهم يقول لك ده يو ولا ايه، هو مش بيعمل ايدنتيفيكيشن ليه، هو بس بياخد شكله ويوريك الشكل ان هو ده ماتشنج بس كده. اتفقنا؟ ده هاو تو تشيك الفيجوال اكيوتي في الطفل لغايه ما يبتدي بقى يوصل للسن يبقى زيه زي الادلت. هنبتدي ناخده معانا للشارت بتاعتنا اللي هي الاوبتوتايبس اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، ودي بقى المرحله المتقدمه من الفيجوال اكيوتي بتاعتنا. تمام؟ بص الفيجوال اكيوتي ده الموست كومن تيست احنا بنعمله عندنا. كلمه فيجوال اكيوتي تيست ار يوز مور ذان اني اذر تيست في الاوبثالمولوجي. فيجوال اكيوتي از سبيشال resolving capacity of the visual system. Special يعني حاجة في السبيس، يعني مسافة بين حاجتين، دي معنى special. Temporal يعني متتابعة زمنية، timing. Temporal is timing. Special يعني خلي بالك في special في temporal. Temporal انك بتجيب له حاجات ورا بعضها، timing بتجيب له timing. انما special دي حاجة في السبيس، مسافة في السبيس انت بتتابع. الـ Visual Acuity له علاقة بالـ Special Resolving Capacity of the Visual System. This may be thought at the ability of the eye to see fine details. The Visual Acuity. احنا بنقعد العيان من التارجت بتاعنا على مسافة 6 متر، او لو بنقيس بالقدم هتبقى 20 feet. ده 6 meters ده 20 feet، ده المسافة اللي احنا بنقعد العيان عليها. There are various ways to measure the specified visual acuity depending on the acuity task. يعني ايه الاكيوتي تاسك يوز؟ يعني انت طالب ايه من المريض؟ كلمة تاسك يعني انت طالب ايه؟ انت عايز منه ايه؟ هيقول لك ايه؟ ايه اللي يقوله لك عشان تديله نمرة وتعتبره صح؟ خدت بالك المودل انسر اللي انت طالبها منه ايه؟ هي دي معنى كلمة تاسك. الاكيوتي تاسك دي بتختلف من كل نوع في الفيجوال اكيوتي. تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي. الفيجوال اكيوتي عندنا از ليمتد في عيننا ليه؟ بالديفراكشن، وجود ابريشنز، وجود فوتو ريسبتور دينستي ان ذا اي. طبعا يعني بص هم الاجانب الحقيقه عندهم قله ادب في اللفظ، يعني بيقولوا ربنا ما عندناش حاجه اسمها ليميتيشن. هو ربنا سبحانه وتعالى لو كان عايز اشوف زي الفقر كنت شفت، بس هو ربنا شايف ان الفيجن ده بتاعي ده احسن حاجه ليا. فهي هم بيعتبروا دي ليميتيشن، يعني ان احنا مش احنا اكتر ناس بنشوف. لا، هو كل واحد بياخد الفيجن بتاعه المناسب لحياته واللي بيخليه يعيش كويس وجدا بالحاجات دي اللي تعمله الليميتيشن. اكتر من كده الحاجات دي تتدخل تبوظ لك الفيجوال اكيوتي. زي ما شفنا البيوبل، احنا قلنا البيوبل يوصل لاتنين واحد من عشرة يبقى حلو قوي زي الفل. اضيق من كده صحيح هيحسن لي الدبس فوكس والدبس بتاعت الفيل، انما يعمل لي ايه؟ ديفراكشن. طب لو كبر عن كده صحيح هيدخل اضاءه زياده بس يعمل لي ايه؟ الابريشن كروماتيك وريسفيريك ابريشن، صح؟ تمام؟ يبقى هو ده، يبقى وجود الديفراكشن وجود الابريشن. وبعدين زي ما قلت لك انا ما بشوفش زي النسر وزي الصقر. ليه؟ الريسبتورز عندي على السيرفيس اريا اقل من اللي عندي، هو عنده عدد الريسبتورز ده، وهو بالتالي هو بيشوف فيجوال اكيد احسن مني. يعني ايه؟ يعني هو يقدر يفرق نقطتين كنقطتين اقل في انجل اقل من بتاعتي. خدت بالك؟ اذا هو بيشوف احسن مني. السبيشال ريزولفنج باور بتاعته عالي. تمام؟ طيب في فاكتور ثانيه تتدخل معاك في الفيجوال اكيوتي، يس، الريفراكتيف ايرور. المايوب لما يقلع النظاره يقول لك انا مش شايف العلامات اساسا، هي فين العلامات دي؟ خدت بالك ازاي؟ صح ولا لا؟ الصوره بتبقى بلاند عنده عرفها. الالومنيشن كل طبعا ما الالومنيشن تبقى ضلمه وظلمه قليله، انت بتتحول من فوتوبيك الى سكوتوبيك فيجن. احنا عارفين ان سكوتوبيك فيجن ما يزيدش عن 6-36 باي حال من الاحوال، لانك بتشتغل بالايه؟ بالروز وما بتشتغلش بالكون. تمام؟ الكونتراست بقى اللي هي تباين الالوان، طبعا كل ما تعلي الكونتراست لغايه الابيض واسود ده الماكسيمم كونتراست، الاقل من كده ده بتقيس بيه الكونتراست. خلي بالك ساعات الفيجوال اكيوتي تبقى كويسه والكونتراست يتاثر. الكونتراست يتاثر يعني ايه؟ يعني الكونتراست مثلا في حاله الكاتراك ممكن عين تلاقيه شايف 6-6 بس يقول لك الدكتور انا مش مبسوط، في حاجه مش عارف اجيبها بالصوره، انا كنت بشوف احسن من كده. شوف يعني هو كوانتيتي شايف 6-6 انما كواليتي لا. عشان كده دلوقتي بقى يقيسوا الفيجوال اكيوتي ويقيسوا ايه؟ الكونتراست سنسيتيفيتي. تمام؟ برضه بتوع الليزك
الليزك لازم تقول للعيان انها بتقلل الكونتراست وإلا ما عندكش ضمير. تمام؟ ما قلتيش ما الناس دعوا ما تقوليش مين اللي عملها لك وانا عايزها ما عملتيش لسه؟ طيب عايزين نعملوها لك يعني؟ ربنا يسهل. بيقلل الكونتراست طبعا. يعني انا عايز اقول لك جات لي مره مهندسه ديكور قلت لها القصه دي قالت لي ده سوري عبد الفتاح قلت لها تمام لازم اقول لها لان ده دي بتاعت الوان وشغلها الالوان وشغلها الماتشنج بتاع الكلرز بتاع ما ينفعش تعمل لها عمليه وبعدين تطلع بعد العمليه تقول لك الالوان بايظه او بهتان خدت بالك؟ بعدين ذا لوكيشن اوف ريتنا بينج ستيميليت لو انت ستيميليت الماكيولا في الفوتوبيك فيجن الفيجن بيوصل 6-6 لو ستيميليت البريفري في الاسكوتوبيك فيجن ما بيزيدش عن 6-6 ايه؟ 30 ها يبقى دي فاكتور ثانيه موجوده عندك كمان الجنرال هيلث بتاعت البيشنت اذا كان البيشنت انيميك سكينيك مش عارف ايه ده برضه بيأثر في الفيجن بتاعه. ايه التايب اوف تاسكس بقى اللي احنا هنسالها للعيان ومعناها ايه؟ خدت بالك؟ اول حاجه مينيمم فيزبل اكيوتي مينيمم فيزبل اقل حاجه بتشوفها اتس ذا برايتنس ديسكريميشن the person's ability to detect a small difference in brightness of the two light sources. خدت بالك ازاي؟ طب حد يقول لي minimum visible دي ممكن تكون استخدمناها فيها قبل كده؟ visual field صح؟ مش visual field بنجيب له النور يزيد 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 وبعدين مطفينه تاني اول ما يشوف انه فيه تاني بعدين يزوده يزوده مطفيه تاني تمام؟ يبقى بنقيس السنسيفيتي بتاعتها كده measure brightness discrimination انك بتشوف البرايتنس بتاعت الصوره عند ليفل معين عند ثريشولد معين بعد كده ما بتشوفوش خلاص بعد كده المينيمم فيزبل اكيوتي بقى خلي بالك خلي بالك بس هنا المينيمم فيزبل اكيوتي دي ميزر ذا برايتنس ديسكريميشن المينيمم فيزبل اكيوتي از ديترمايند باي ذا برايتنس اوف ذا اوبجكت ريليتيف تو باك جراوند الليمينيشن از بوث باي فيجوال انجلز اوف 10 ديتيرمايند ده سهل خالص في حاجه لمبه هتشوفها لما تنور او لما النور يوصل ثريشولد معين بتقول لي انا شفتها خلاص احنا غيرنا بقى العنوان من مينيمال فيزبل الى مينيمال بيرسبتبل اكيوتي ميجر او ديتكشن ديسكريميشن ديتكشن ديسكريميشن يعني في حاجه شفتها في الصوره قدامك ولا ما شفتهاش مينيمال بيرسبتبل اكيوتي از كونسرند وذ سمبل ديتكشن اوف اوبجكت في حاجة قدامك ولا مفيش حاجة قدامك؟ ايه هي ما سألناكش؟ ما سألتكش تفاصيل. التاسك سهل. المينيمم فيزبل اللمبة لما تنور وتشوفها منورة اديني ازرار. دي هنا هقول له ايه؟ أول ما حاجة تظهر قدامك اديني ما قلتلوش الحاجة دي ايه؟ وما طلبتش منه تفسير ايه؟ نوت ذير ايدنتيفيكيشن ولا النيمينج. مش عايزك تتعرف عليها، أنت تقول لي في حاجة ولا مفيش حاجة؟ تمام؟ An example of this type of acuity testing is determining if a child can see or grasp small candy beads زي اللي احنا شفناها اللي هي picking up tiny objects دي اهي دي minimum perceptible خدت بالك؟ طيب التارجت ديتكشن بقى او المينيمم بيرسبتبل اكيوتي ريكواير اونلي ذا بيرسبشن اوف ذا بريزنس اور ابسنس اوف ذا اسبيكت اوف ستيمولاي موجود قدامه ولا مش موجود لا بنقول له ايه هي ولا فين ولا بتاع في حاجه موجوده ولا مش حاجه موجوده اهو الاختبارات اهي بص اهي في حاجه على الشاشه يقول لك في نقطه بيضاء بس شكرا تمام ما قلناهوش حتى النقطه يقول لك في حاجه بيضاء خلاص وحلو قوي اهي في حاجه بيضاء ما قلناهوش ان دي خط ودي نقطه خلاص هو شايف ان في حاجه بيضاء او نعمل له الريفرس في الكونتراست اللي هو كده في حاجه على الشاشه في نقطه سوداء في حاجه على الشاشه في خط خلاص ده اللي هو البرسبتو المينيمال برسبتو ده المينيمم ليجبل اكتيفيتي بقى يعني شوف التاسك بيختلف الاول مينيمم ايه فيجوال وبعدين مينيمم بيرسبتبل وبعدين مينيمم ليجبل اكتيفيتي دي بقى اللي بنشتغل بيها هنا بقى انت هتشوف الحاجه وهتتعرف عليها وهتقول لي اسمها ايه او مفتوحه منين في اوردر جديد بقى ميجر ذا انديفيديوالز ابيليتي تو ريكوجنايز بروجريسيفلي سمول سمولر اوبجكت يعني انا بوري له اوبجكت كبير ونفس الاوبجكت اصغره 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 لغايه ما اشوف اصغر واحد هو هيشوفه ده ايه تمام دي بقى ايزر يوزنج ليتر او نمبر او اوبجكت برضه ممكن نعملها دي اللي اسمها الاوبتو تايبس اند ذس وات وي يوز ان فيجوال اكيوتي ده الاختبار اللي احنا كلنا بنعمله بنشتغل بيه النظارات بتاعتنا اللي اسمها الاوبتو تايبس يس
بالظبط ده اعلى. انت خلي بالك ما احنا لسه بعد كده هناخد بقى حاجه اسمها الفرنيري هايبر اكتيفيتي, وهناخد بعد كده السينوسويدال اكتيفيتي, يعني كل حاجه بتجوب قبلها خلاص. المينيمم ليجيبل ده ذا انجل ذات ذا سمولست ريكوجنايزد ليتر, سمولست اصغر واحد او سمبل سبتندد اون ذا ريتنا از ميجرد ذا فيجوال اكتيفيتي اللي هي اسمها المينيمم فيجوال انجل. This type of acuity testing is used mostly open clinically, ده اللي احنا بنستخدمه clinically. It measures the resolution threshold. It measures the smallest visual angle at which two separate objects can be seen discriminated, يعني can be seen as two. هذا كرام. انت لما بتشوف الحرف السي مفتوح, عارف ده معناه ايه؟ انك شايف النقطة دي كنقطة والنقطة دي كنقطة وهنا في حاجة مش استبريد. إذا أنت ما قدرتش تفرق إن دي نقطة ودي نقطة هتشوف العلامة إيه؟ مقفولة. وهو ده العلامة يقولها لك, يقول لك دي مقفولة. لا والله دي مقفولة. لا ده أنا شايفها نقط, يعني حتى ما شافش اللي في النص الخرم اللي في النص كمان مش شايفه. خدت بالك؟ يبقى هو ما قدرش يعمل ديسكريميشن للحرف الصغير ده. أصغر أنجل سبتندد أت ذا ريتنا عشان تخليك تقدر تشوف تو اوبجكت از تو اوبجكت, يعني تعمل لهم ديسكريميشن از تو اوبجكت, هي دي اسمها المينيمم فيجوال انجل, وده اللي بيعتمد عليها اللي هي المينيمم سيربل اكتيفيتي دي. تمام؟ دول بقى يا اما اللاندولت سي بروكن رينج او الاي تشارت او الليتر تشارت بتاعت عماره او الجريتنج اكتيفيتي. جريتنج اللي هي بتبقى زي العلامات بس خطوط زي الشوك كده, زي الشوك زي حرف الاي بس مش واصله ببعضها, شوك كده, دي اسمها الجريتنج اكتيفيتي. دي ار اكزامبل اوف مينيمم سيربل ايه تاسك. تعال نشوف اللاندولت بروكن سي اللي احنا كلنا بنشتغل بيها دي بتعتمد على ايه وبتترسم ازاي وفكرتها ايه والارقام بتاعتها تعني ايه بالنسبه لنا. المينيمم ريزولفبل او مينيمم سيربل اكيوتي اللي هي بتاعت اللاندولت بروكن رينج تشارت, دي ار فورم اوف ديتكشن يوز ان فيجوال اكيوتي ميجرمنت ان اور كلينكس. The task required here is to detect and the location of the gap. لازم تقول للعيان انت طالب ايه, لازم تقول للعيان انت طالب ايه. تمام؟ انت طالب العلامه مفتوحه منين. يعني اقول لكم مره اكزامبل, جات لي عيانه ست كبيره جايه من جنوب اسوان, كمان جايه من نوبه من جنوب اسوان. خدت بالك الست دي اول ما عرفتها العلامات بقول لها حضرتك العلامه دي شايفاها؟ قالت لي اه شفتها. طب حضرتك مفتوحه منين؟ قالت لي من النص. اللي بعديها قالت لي برضه من النص. ما كلهم مفتوحين من النص, ما انا فرقت. طلع طبعا عليك لو في فار جوه العلامه دي عايز يخرج, يخرج من هاتي طبعا يخرج كده. انا عايز الفتحه. تخيلي ان في فار جوه العلامه دي هيخرج من البتاعه دي. تمام؟ هيخرج منين؟ عملت لي كده. ها؟ وعايز اقول لك برضو كل واحد فينا اتجاهاته حسب البيئه بتاعته. جالي برضو اخ لطيف جدا من الصعيد, فمره بقول له العلامه دي ينفع فين؟ قال لي دي البحر. البحر ناحيه البحر, ما هم عندهم كده فوق يبقى طالع البحر عند اسكندريه, مش يقول لك بحري. تمام؟ وبعدين قلت له طب التاريه اللي نازله تحت؟ قال لي لا, قال لي دي مجبل نواحينا, يعني دي راحه ناحيتهم هم, مجبل رايحه جبلي يعني, مش يقول لك بحري وابلي. بحري يعني ناحيه البحر الابيض, ما هو بحري ابلي تحت جنوبي. تمام؟ وبعدين مشرجه لما اليمين كده يقول لي دي مشرجه كده, وبعدين كده مغربه. تمام؟ لذيذه جدا. وعايز اقول لك حاجه, في عينين لما تقعدوا في سلوم فيجوال اكيوتي ينهجوا, يقول لك ده امتحان. طب بعدين تقول له دي مفتوح فين؟ يقول لك طب في اختيارات. ما في اربع اختيارات, ما هي كده كده كده, اختار لك واحده من الاربعه اللي بتوجعك بس. وفي ناس بقى في اليمين والشمال انسى, حدث ولا حرج, حدث ولا حرج. دي فين؟ يقول لك شمال. وساعات يقول لك الاثنين اتجاه واحد, يعني ساعات كده يقول لك دي شمال شمال. خلاص انت بص على ايده, انت بعينك على علامه بس انت شايف ايده. فاهم؟ فلازم تقول له التاسك انت عايز ايه, يعني انت هتشوف العلامات عايز ايه. تمام؟ او بص ممكن تتعمل حاجه اوتوماتيك كده لذيذه كده. تمام؟ هو بتتعمل لوحدها, انا ما بلعبش حاجه, هي الانيميشن بتاعتها لوحدها كده. خلاص؟ طيب اللاندلوب بروكن رينج باد شارتس ار كونستراكتد سو ذات, خلي بالك بقى من الكلام ده, size of the critical details اللي هي الجاب ويث اللي هي الفتحه بتاعت العلامه اللي هي critical details دي اللي هي الجاب ويث دي سبتند خمس حجم العلامه.
يعني العلامه دي معموله بحيث ان الفتحه دي خمس الحجم ده هتبقى هي بتتعمل كده. لو جبنا ورقه المربعات اللي هناك، بص على المربعات اللي هناك، احنا واخدين خمس مربعات في خمس مربعات، الماكسيمم بتاع الحرف خمسه، انما الجاب قد ايه؟ واحد. عرفت معنى الكلمه دي؟ بص بص يا شباب اهي دي دي ايه هنا دي الجاب واحد، واخده مربع واحد اهي، انما من ماكسيمم من هنا لهنا او لو خدنا من هنا لهنا الماكسيمم ده خمسه تمام، انما دي خمسه. لازم العلامه دي تتعمل كده ان دي تبقى واحد، لو الحجم العلامه كام؟ خمسه، يعني لازم تبقى بنسبه واحد لخمسه. خلاص؟ لازم نسبة 1 لخمسة، العلامات دي كلها بتشتغل بالطريقة دي، 1 لخمسة دي. نعم. عشان يبقى الكلام بينا واحد. عشان لما نيجي نرسمها هنا غير لما يرسموها في اليابان، غير لما يرسموها مش عارف فين، احنا متفقين ان المينيمال فيجوال اكيوتي دي مينيمال فيجوال انجل قد كده. هنرسم العلامات دي، ده احنا مش كده وبس، ده احنا هنرسمها وهنقصقصها وهنحطها على لوحة العلامات. خدت بالك؟ لما تشتغلي هنا لما زي ما تروحي تشتغلي في السعوديه، زي ما تروحي تشتغلي في الكويت، زي ما تروحي تشتغلي في اليابان، هي نفس لوحه العلامات. فده ستاندر محطوط عشان كلنا لما نيجي نقيس الفيجن، يعني لما عالم من اليابان يكلمك انا نظري 66 زي ما واحد صعيدي يكلمك انا نظري 66 تمام، لان احنا موحدين ايه؟ الكلام ده. كل الكلام ده بيعتمد على ايه؟ ان واحد دي واحد دي، ما هي دي واحد دي بقى مش اي كلام، هي صحيح الريش واحد لخمسه، بس واحد دي ايه؟ دي المينيمال سيبربل انجل، دي الانجل سبتندد ات ذا ريتنا او عند النودل بوينت بتاعتنا اللي بتخليني اشوف التو بوينتس از تو بوينتس تمام. اهي اهو بص بقى، اهي ده الكلام اللي انا بقوله لك، احنا هنرسم علامات. يعني عايز اقول لك حاجه، ان العلامه الكبيره بتاعت 66، العلامه الكبيره بتاعت 66 الزوايا بتاعتها زي العلامه بتاعت 636، زي العلامه بتاعت 618، زي بتاعت 612، زي بتاعت 66. طب ليه دي كبيره ودي صغيره؟ لان دي رسمناها على مسافه من الانجل دي، احنا كل ما بنبعد مش بيحصل حاجه اسمها لينير ماجنيفيكيشن معانا، هي دي تمام؟ فهي الانجلر ماجنيفيكيشن اللي بتحصل عندنا. انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، بص هي الزاويه دي، ايه الزاويه دي؟ ها؟ مش الزاويه دي؟ صح ولا لا؟ هي بس على الرغم ان دي مساحتها اكشوالي على الورق كبرت. ها؟ والزاويه دي من هنا من هنا من هنا، مش هي زي من هنا من هنا؟ مش هي زي من هنا من هنا؟ طب احنا حافظنا ان الزاويه دي تبقى واحده وان الزاويه دي تبقى واحده. لما الزاويه دي بتزيد النور قد ايه من الزاويه دي؟ واحده. الكلام ده بقى بنروح مقصصينه، واخد بالك ازاي، وحاطينه على لوحه العلامات. اهو بص ادي الانجل اهي، دي المينيمال انجل اهي. منه انجل اوف سيبريشن اللي هي الانجل اللي تخليك تشوف تو بوينتس از تو بوينت تمام، دي هتبقى فتحه العلامات كلها. خد بالك؟ بس هنا هتبقى علامه صغيره، وهنا علامه اكبر شويه، وهنا علامه اكبر، وهنا علامه اكبر. طب العلامه بقى من بره بره تبقى كام؟ خمس درجات قد الزاويه دي تمام؟ اهي بص دي اصغر زاويه تخليك تعمل ستيميوليشن لتو كونز وتسيب وان كون ان بتوين ان ستيميوليتد عشان تقدر تشوف الدايرة دي مفتوحة. خدت بالك ازاي؟ طيب هنا بقى بص التارجت ريكوجنيشن تاسك بتاعنا بيقول لك ريكواير ذا ريكوجنيشن اوف ذا نيمينج اوف ذا تارجت او نيمينج التارجت. This object used here also large enough that detection is not a limiting factor. هنا بقى بص عملناها بدل ما نعملها سي عملناها ايه؟ لتر تمام؟ اللي هي اللاندروس البروكن رينج، واحد اسمه سنيلن عمل سنيلنز لتر دي. Album extracted buttresses and the size of clinical detail اللي هي الستروك ويتس اند ستروك جاب بتبتند فيفث الانجل دي. بص اهي نفس المعنى، فتحة حرف الاي دي هنا مش درجة، ايه الدرجة دي؟ دي مينيمال فيجوال انجل، بس العلامة من بره بره قد ايه؟ خمسة اهي. بص هنا واضحة قوي اهي خمسة، خدت بالك ازاي؟ وهنا هنا واحد الويتس الجاب ويتس او الويتس بتاعت البار دي تبقى واحد، والويتس بتاعتها كلها تبقى خمس درجات تمام؟ to specify a person's visual acuity in terms of Snellen's notation. Determination is made by smallest line of letters. أصغر خط هو شافه هنحدده، هنقول هو ده الفيجوال اكيوتي بتاعه.
uses a notation in which the numerator بتاعه is a testing distance. اللي هو احنا بنقول ايه 6 على 36 6 على 18 6 دي اللي انا قاعد على مسافتها. مش انا قاعد على 6 متر من التارجت، انا قاعد على 6 متر من التارجت يبقى هقول 6 فوق. لو قاعد 5 متر يبقى 5 فوق، قاعد 4 متر يبقى 4 فوق، 3 متر 3 فوق. يبقى اللي بيتكتب فوق دي المسافه اللي انا قاعد ايه عليها. طب اذا انا على 20 قدم هتبقى 20 فوق خلاص. طيب الاسم التحتاني بقى الدينومينيتور بقى اللي تحت دي خدت بالك؟ الدينومينيتور از ذا ديستانس ات ويتش ا ليتر سبتينز ذا ستاندرد فيجوال انجل اوف 5 مينتس. برضه بص اهي عايز اقول لك ايه، ان بص انا واخد العلامه الكبيره دي على مسافه 200 قدم مثلا، انت قاعد قدامك بقد ايه؟ ها انت قاعد على بعد 6 متر صح؟ يبقى انا او 20 سوري احنا قلنا اذا 20 اذا كنت دي 60 متر او 200 قدم او نقول 20 متر و200 قدم. طب نقول بالقدم، انا قاعد على بعد 20 قدم والانجل دي اصلا كمينيمال فيجوال انجل لازم تكون بعيده عني قد ايه؟ 200 قدم. اذا انا هشوفها بسهوله لان انا المفروض اشوف على بعد 200 قدم، انا شايفها على بعد 20 عشان كده دي بتبان واضحه. يعني ساعات العينين تبقى تتلمض معاك اما توريه العلامه الكبيره يقول لك لا لا انزل تحت سهله دي، وهي تاني سطر تلاقيه تعصي ما تسمعش كلامهم، ما تخليش عيني يستفزك. انزل تحت يقول لك لا مش شايف، تطلع اللي فوق يقول لك لا مش شايف، ما انت بورهم ليه؟ ما انت ما كنت بوريك من فوق وخلاص. لا ما ماليش دعوه بالعيان، قول له معلش معلش خدني على قد عقلي، سخن معايا كده يلا وبص، يروح باصص من فوق لتحت، ما هو ما يقولكش انزل تحت، هو ملوش دعوه تمام. اهو يبقى الانجل دي سبتندد هنا على مسافه 200. بص بقى اهو الكلام ده اهو معناه كده، العلامه دي بص العلامه دي على بعد 20 قدم كانت عامله من بره لبره كام؟ 5 درجات مش كده؟ ومن جوه كانت 1 ديجري مالناش دعوه، هي من بره لبره 5 درجات، يعني مساحتها كانت ايه؟ 8 مللي. ولو انا برسمها على ورقه، لو انا جايب ورقه وبرسم عليها دي تبقى الاكشوال سايز بتاعها عشان تعمل 5 درجات المينيمال فيجوال انجل تساوي كام؟ 8 مللي. طب دي على بعد 40 قدم لقيناها عملت كام مللي؟ 17 مللي، على بعد 60 قدم بقت 26 مللي. عشان كده احنا ما بنقعدش بقى عشان نعمل لك لوحه العلامات بنجيب ورق تفصيل ونرسم 60 متر ونقعد نقيس عليه وبعدين نروح مقصقصين وملزقين، لا ده هي محسوبه ايه زي ما انت شايف. ان العلامه على بعد كذا تعمل كذا، فبنروح عاملين المقاسات دي، يعني ارسم لي حرف ايه طوله 8 مللي، وارسم لي حرف ايه طوله 17، وارسم لي حرف ايه طوله 26، واحط الكلام ده اطبعه على البلاستيكه واحط لك ولوحه العلامات خلصت. بس هي كلها بتعتمد على ايه؟ ان الفتحه 1 ديجري مينيمال فيجوال انجل والعلامه من بره قد ايه؟ 5 ديجري مينيمال فيجوال انجل، يعني نسبه 1 الى ايه؟ الى 5 ستار. ليه دي كبيره ودي صغيره؟ لان انا دي المسافه اللي بين الانجل، كل ما بنبعد شويه عن العين الانجل دي بتوصل. خلاص؟ يبقى هو ده ازاي العلامات دي بتتعمل. اهي بص بقى. طيب نقدر ساعات بقى يقول لك ايه؟ انجل ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه 1 ديجري وفان انجل؟ يقول لك 1 ديجري وفان ارك. بدل ما نقول انجل نقول ارك. خدت بالك؟ اتس 1 ديجري وفان ارك. مش هي دي البار خمس دي؟ خلاص 1 ديجري وفان ارك يبقى من بره تبقى كام؟ 5 ديجريز اوف ان ارك. تمام؟ هي دي ازاي بنرسم العلامات دي زي ما انت شايف اهي. واخد بص انك على بعد 20 متر هيبقى طولها 8.7، على بعد 40 متر هيبقى طولها 17.5. يروحوا عاملين الكلام ده وحاطين لك ورقه علامات واشتغل بيها. يس. انا المفروض ان دي المينيمال فيجوال انجل بتاعتي. تمام؟ يعني بصي انت لو قاعده هنا بص كده، انا لو قاعد شوفي العلامه دي مظبطه ازاي. تمام؟ دي المفروض ان انا بشوفها مفتوحه وانا قاعد على بعد 6 متر. طب لما يحطوا لي دي على بعد 6 متر هتشوفيها ولا مش هتشوفيها؟ هشوف، لان كبيره قوي وقريبه مني. مش انا كل حاجه ما بتقرب، عندنا في حاجه اسمها الانجلر ماجنيفيكيشن، كل ما الحاجه بتقرب اشوفها اكبر. دي احنا دي هابت عندنا ان احنا كل حاجه قريبه اشوفها اكبر. تمام؟ فانا المفروض ان انا بشوف العلامة دي على بعد 60 متر، هو حطها على بعد 6 متر، فالمفروض ان انا لو فيجوال اكيوتي بتاعتي كويسة اشوف. طب لو انا بقى مطشش خالص ما اشوفهاش،
مع ان المفروض اشوفها على بعد 60 متر، انما دلوقتي مش قادر اشوفها على بعد ايه 6 متر، حتى اروح عاملينه ايه 5 متر 4 متر 3 متر متر قدام عشان يقدر يشوفها ومش قادر يشوفها. ده معناه ان هو بالمقارنه للنورمال هو حاله سيئه جدا، صح؟ Visual acuity by Miss Lenz notation is given by the relation visual acuity تساوي D dash على D، و D dash is the standard viewing distance اللي انت قاعد عليها 6 متر، ودي التحتانية is the distance at which each letter خدت بالك of this line subtends 5 minutes of an arc each stroke of the letter 1 minute. يعني نفس المعنى اللي احنا لسه قايلينه حالا على الرسم. الرقم اللي تحت ده يعني هي نفس الانجل بس على المسافة البعيدة، الانجل ستند على المسافة البعيدة. 20 لتر اللي هي 6 في المتر ستند ان انجل 5 minutes when viewed at 20 feet اللي هي على بعد 6 متر. خلاص؟ متفقين على القصة دي. اهو يبقى بقى فكرة العلامات اللتر تشارت، لينز لتر تشارت او لاندريد بروكرينج تشارت، ان الفتحة تبقى 1 degree minimal visual angle او 1 degree of an arc، بينما اللتر ان جنرال تبقى كام؟ 5 degrees in minimal visual angle على distances مختلفة قدامي انا بقدر اشوفها واعملها ريكوجنيشن. اهو ده اخر كلام بقى عندنا اهو، ان ازاي العلامات دي بتترسم. هما بقى حسبوها مرة واحدة وعرفوا ان على بعد 200 متر العلامة دي عشان تعمل الخمس درجات يبقى طولها 50 15 سنتي مثلا، دي تبقى طولها 17 دي 12 دي كده، وروح عاملينها ومصنعينها في المصنع وخلاص وخلاص. تمام؟ في الارك زي الساعه يعني اللي بلوز الارك بتاع الساعه. ايه فايف تايمز المينيمال فيجوال انجل الزاويه دي. بصي الزاويه دي مش ممكن اقول عليها ديجري، وبلاش بس اقول عليها ديجري، هنقول عليها ايه؟ بدل ما تقولي ديجري على اساس ان دي بدل احنا بنشوف حاجه 3 دايمنشنال فدايره كيرف، فبدل ما نقول اه بالظبط. The reciprocal of Snellen's notation equal to the angle in minutes of an arc which is strokes خدت بالك of the light subtends in the person's eye. خلاص خلصنا من القصة دي بقى. طيب this angle is also used to specify visual acuity is called the minimal angle of resolution اللي هي مار. كلمة مار is the minimal angle of resolution، أقل زاوية subtended عند النودل بوينت بتاعت توقع الصورة على الريتنا. خليني أشوف التو بوينتس as تو بوينتس. اقل الزاوية دي اللي هي المينيمال فيجوال انجل دي هنسميها المينيمال انجل ريزولوشن، او نقول عليها اختصارا كلمة ايه؟ مار. جون بعد كده قال لك طيب مار دي كده لوحدها يعني كلمة سايحة شوية، طب ما تيجي نعمل حاجة لوجاريزمك، خدت بالك بطريقة حسابية كده اسمها لوجاريزمك لغاية اس 10 دي، خدت بالك عملوا حاجة اسمها لوج مار تيست. لوج مار تيست ده تيست اعلى شويه، احنا بنبتدي نعلى بالتيست بتاعنا برضه. بص هوريك القصه دي. هو قال لك هنا ايه؟ احنا مش هنستخدم كلمه انجل، هنستخدم كلمه ايه؟ مينيت اوف ان ارك. خلاص؟ في حكايه اللوج مار دي مش هنستخدم كلمه انجل، هنستخدم كلمه ايه؟ مينيت اوف ان ارك. لو انا باصص على الاوبجكت ده على مسافه 6 متر من عيني، يبقى الحرف من هنا لهنا لازم يعمل كام؟ 5 minutes per arc، واي بار من دول او اي فراغ لازم يبقى 1 minute per arc بالظبط اهو. يبقى هو الحرف بص 5 minutes of an arc تمام، والفتحه دي بتبقى ايه؟ قد كده. الكلام ده لو انا قاعد على بعد قد ايه؟ 6 متر. خدت بالك انا قاعد على بعد 6 متر تمام؟ ما هي 1 minute of arc واحد على 60 على اساس ان الساعه 60 ايه؟ 60 دقيقه. انا دي تساوي واحده بس دقيقه واحده، يعني العقرب اتحرك كده ده مينت، حرك كده يبقى 5 مينت. هو دي الحركه بتاعتها بس بالظبط. دي ما هو دي واحد ودي خمسه، واحد اهي وخمسه تمام. طيب عملوا بقى اختبار اسمه اللوجمار اللي هو اللوجاريزميك مينيمال انجل اوف ريزولوشن فيجوال اكيوتي تشارت. دي اتعملت بحسابات دقيقه. انت خلي بالك الفيجوال اكيوتي تشارت بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها مثل سنيلز او لاندرز بروكرينج تشارت، افتكرها كده اول سطر كان فيه كام علامه، وبعدين الثاني اثنين والثالث والرابع اربع، فاهم ازاي؟ لا ده قال لك لا الكلام ده مش هينفع في اللوج مار ما ينفعش. لو انت عايز بقى تشتغل بطريقه حسابيه دقيقه عدد السطر الواحد ما يتغيرش الحروف اللي فيه، والمسافه بين كل علامه والثانيه تتناسب مع حجم الحرف ده بحيث يبقى الريشيو كله واحد ما تلعبش فيهم بقى.
تمام. بص اهي اوليك البلوك بار عامله ازاي. اول سطر فيه كام؟ ثلاث. واللي بعديه ثلاث، واللي بعديه ثلاث. بس لاحظ ان حجم الحروف ايه؟ ليه؟ بس الطريقه منظمه. يعني انت بص حتى تصغير الحروف كلها ماشي زي بعضها، خدت بالك ازاي؟ عدد الحروف لغايه اخر سطر ما قلش. لاحظ القصه دي، اول سطر زي اخر سطر، عدد الحروف ما قلش. يبقى لما تلاقي لوحه علامات عامله كده، بص اهي، بص خلي بالك ان هي ليه بقى ليه عملت الشكل. احنا خلي بالك الاثنين دي خلاص بتاعت الهرم ده مكتوب صح، ان تبقى علامه 2 3 4 كده صح، وتبقى واحد فوق. هنا لاحظ ايه؟ ان عدد الحروف ما بيتغيرش. اللوحه بتاعت لوج مار دي عدد الحروف ما بيتغيرش، تمام؟ يعني 1 2 3 4 5 اللي بعديه 1 2 3 4 5 لغايه هنا 1 2 3 4. خلي بالك الحروف ما بتتغيرش، بتصغر اه والانجل بتصغر اه، انما عدد الحروف ما يتغيرش. تمام. دي لوج مار تشارت، دي نوع من انواع التشارت جديده بنشتغل بيها، بتدينا جود ريزلتس ومور بريسايز، احسن من الاسنانز واللاندرد بروكن انجل تشارت. بص دي ار مور بريسايز اهي، دي ار مور بريسايز than snarentists because they have a regular progression in size تمام and spacing regular قوي. المسافه بين العلامات وهي هي وعدد العلامات هو هو، خدت بالك؟ and regular progression in size and spacing of the letters from one line to the next line and the same number of letters for every line. Comparable results are therefore possible for any test test. Sorry. يبقى اللوج مار خدت بالك ازاي؟ بتعتمد على كلمة مار دي، مار اللي هي ال 1 مينت اوف ان ارك اللي هي المينيمال فيجوال ايه؟ انجل. الحرف من بره على مسافة 6 متر بيساوي 5 ايه؟ 5 مار دي. يعني هو من هنا 1 مار، انما من هنا بتبقى 5 مار. تمام؟ ايوه. يبقى هي برضه اعتمدت على نفس الطريقة بتاعت لاند بوجرين بس بتتعمل بطريقة تانية. بصوا بقى، في بقى دلوقتي يعمل لنا جداول قرفونا في الحتة. دي عيال تحضر مؤتمر واحد يقول لك عيان شاف 660 و 2200، واحد يقول لك 2200 صفر صفر صفر. على ما تحسبها انت تكون الراجل خلص الحاله وانت ما خدتش بالك منها. واحد ثاني يقول لك ايه؟ لا ده الفيجوال اكيوتي بتاعته 0.1. I have a patient, male patient 60 years old, presented with a visual acuity 0.1. واحد يقول لك نو فيجوال اكيوتي 1، واحد يقول لك 10. في نوتيشنز كتيرة زي ما انت شايف حطيناها لك كلها قدامك اهي عشان ما تبقاش دلوقتي حتى لو يحطوها في كل البيبر لو هيتكلم عن فيجوال اكيوتي بيروح حاطط لك الجدول ده عشان يسهل لك القصه دي. تمام. بص احنا عرفنا مار دي اللي هي قلنا ايه مينيمال انجل اوف ريزولوشن، بتبقى كذا درجه عند هنا، بتبقى كذا درجه عند هنا، بتبقى كذا درجه. لوج مار ده اللوجاريزمك اللي احنا شفناها دي. ايه بقى الديسيمال دي؟ لما تقسم دي على دي 6 على 60 خد مشترك اكيد 6 اكيد 6 خد مشترك 6 6 على 6 فيها الواحد على 6 فيها الايه؟ ال 10، يعني واحد من ايه؟ من 10. ففي دول في اوروبا بتستخدم الديسيمال ده، طريقه الديسيمال ده اتس فراكشن اه سهل بيسهل الوقت شويه. ما هو غلط، ما هو في ناس كتير بتستخدم، بس بيقول لك بقى ان ايه؟ اكتر حاجه بتخش الاستاتستكس اللي هو اللوجما. لا مش الديسيمال، يعني في لا الديسيمال ده الناس بتتكلم بيه دلوقتي، انما في احنا في ناس لغايه دلوقتي بتتكلم بده. دول اللي هي النوتيشنز دي ما بتخش الاحصاء، يا اما بتشتغل بالديسيمال يا اما بتشتغل باللوجمار، وقال لك ان اللوجمار اقوى من الديسيمال كمان في الاحصاء. في الحاجات الاحصائيه كلها تلاقي البيبرز اللي بتستخدم الفيجوال اكيوتي في الاستاتستكس بيستخدم موضوع اللوجمار اكتر، تدي ريزلت احسن. تمام؟ يس. اه لا الفايده، فاقول لك في ظاهره اسمها ظاهره الكراونر، حتى دي تشوفيها في الاطفال الصغيرين لما تنزلي تحت في العلامات الصغيره تلاقيه يشوف العلامات على الحروف اللي في النص مشفوش، في ظاهره اسمها كراونر. انا دي كراونر دي بديها من اول فوق، بس ايه الحروف بتتغير بطريقه منظمه جدا، عدد الحروف هو هو، السبيسز اللي بينها بتقل بدرجه واحده، خدت بالك ازاي؟ يعني زي ما بتقولي ايه؟ هم حاسين ان السنانز الشارت والايد شارت دول عشوائيات كده. حرف كبير مره واحده يصغر،
وبعدين اللي بعديه يظهر بكميه مختلفه واللي بعديه كميه مختلفه والصغار خالص. هم قال لك لا احنا هنعملها بطريقه ايه منظمه جدا عشان يدخلوها الاحصاء. فعملوا طريقه اللوج مارك دي. تمام. ايه ستة لا ما دي تسميات تانية ممكن تبقى اللوح فيها كده او البروجيكتور فيها كده، انما اللي موجود عندنا اللي هي 66 36 24 18 12 66 دي اللي مصري موجود. ما هي دي الديسمال دي اللي تيجي في البروجيكتور اللي تيجي جنب البروجيكتور. تمام. في الفيجوال اكيوتي بقى التارجت اللي هي بص بقى التارجت ريزولوشن ثريشولد ار يوجوالي اكسبريسد از ذا سمولست انجلر فايند. خدت بالك؟ ذا سبجكت كان ديسكريمينيت سيبريت باي تو كريتيكال اليمنتس اوف سيمينس باترن ساتش از سيروس دوتس او جريتنج او تشيكر بورد. بص بقى ممكن نعملها بدل ما نعمل علامات بقى اللي احنا شفناها ممكن نعمل تارجت زي كده. ما هي دي برضه سيبريشن. وعلى فكره تخامه البتاعه دي هتبقى 1 ديجري مينيمال فيجوال انجل، لو خدناها من بره تبقى ايه 5 ديجري مينيمال فيجوال انجل. ممكن نعملها تشيكر بورد سبيسز كده. تمام. طيب في بقى واحد قال لك ايه، انت كل الكلام ده بتعتمد انك انت باصص قدامك بس على الفوبيا بس على مش عارف ايه بس، مفيش سبيسنج. كل ده جايبه على الفوبيا ومنطقه لوكاليزد جدا. خدت بالك؟ ده ما بيديش الفيجوال اكيوتي. ده انا اقول لكم حاجه لذيذه جدا دلوقتي، واحد جه قال لك ايه؟ قال لك ده الفيجوال اكيوتي، انت طول ما انت ماشي على رجليك الصوره بتبقى ثابته ولا بتتهز؟ ده في تيست دلوقتي اسمه كاينتيك فيجوال اكيوتي، يا بيهز التارجت يا بيهز راس العيان. انت مش مصدقين القصه دي؟ في دلوقتي اختبارات بيعملوها لبتوع الطيران بالذات اسمها كاينتيك فيجوال اكيوتي. تمام؟ يا اللوحه نفسها بتتهز فيها فايبريتور بيهزها، يا اما هو بيهز راس العيان وبيقيس له بيغير له ويقول له بص كده الحرف ده ايه مش عارف ايه وهو بيهز راس. يعني بيقول لك هو ده البراكتيكال على ارض الواقع، مش اللي انت تقعد ولوحه ثابته قدامك. قال لك والدنيا ثابته قدامك، مش في اتوبيس بيتحرك وفي عربيات بتتنطط وفي مش عارف ايه بيطلع وينزل ومطبات في الشارع ومعاه ده انت بتبقى شايف كويس. عشان كده عملوا حاجه دلوقتي اسمها كاينتيك فيجوال اكيوتي. خلي بالك بص التارجت لوكاليزيشن بقى دي هيبتدي يعمل لوكاليزيشن في السبيس كمان. هيخرج من موضوع السطور. مش عاجباك بقى السطور بتاعت دوجما؟ هنخرج من السطور. هنعمل اللي هي الفيرنياري اكيوتي دي. او الهايبر اكيوتي دي. تمام؟ بص ايه رايك في الخطين دول؟ دي اللايند. انما كده دي ار سيبريتد. طب هل دول زي دول؟ ولا دول مور سيبريتد؟ ذا مور سيبريتد. يبقى انا اقدر اعرف اولا الخطوط دي اللايند ولا مش اللايند. ثانيا اذا كانوا سيبريتد هل هم سيبريتد ولا سيبريتد اوت. تمام. دي اللي هي القصه بتاعت الفينيري اكيوتي، اي ان انا اشوف مش حاجه واحده بس، انا افرق تو بوزيشنز كمان. تمام. واعرف البوزيشنز دي هل هم اللايند ولا نوت اللايند، واذا كانوا سيبريتد سيبريتد انجل قد ايه. وابتدوا يعملوا علامات بقى زي كده اهي. تمام. اللي هي التارجت لوكاليزيشن اللي هي المينيمم ديسكريمينبل فيرنير اكيوتي دي اللي هي تايب اوف هايبر اكيوتي دلوقتي بيعملوه. بص ساعات يحطها لي في رسمه زي الكتاب كده زي ما يكون كتاب مفتوح، يقول لك ده مفتوح ولا مقلوب على ظهره، يعني هنا تحس الكتاب مقلوب على وشه، هنا تحس الكتاب مفتوح ايه في ناحيتك. يبقى انت اولا عرفت ان دي خطوط مفصوله عن بعضها وان دي سطور كتاب، وكمان عرفت اتجاهها. بص 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 الفيجوال اكيوتي تشارت دي بتاعت الهاير فيجوال اكيوتي اللي هي بتاعت الفرنيري اكيوتي. انها تعتمد مش بس على انك تو ديتكت، على كمان على ايه؟ سبيسنج. على الديكوجنيشن في السبيس، فادتنا فانكشنال اعلى. تمام؟ دي اسمها الايه؟ الهايبر فرنير. بتقولي له بص هنا وهو باصص هنا تقول له حرف ايه؟ يس هو فيكسنج هنا، قول له فيكس هنا. تمام؟ هو فيكس هنا تقول ده حرف ايه؟ هيقول لك اف ده حرف ايه؟ ده كذا ده كذا. يبقى هو بس مش بس شايف هنا بس، ده كمان شايف على مسافات اخرى جنبيها. ولاحظي ان هو بيكبر لك الحرف كل ما بيبعد بره لانك بتخرجي بره الفوقي. الفيلد مش هو عايز يقول لك ايه؟ ان الفيجن مش بس الفوبيا. احنا بنشوف فيجوال اكيوتي في حته ثانيه غير الفوبيا. يعني مش عايز يقول لك ان يعني كتيرك ان انت باستمرار ليه بتختبري الفوبيا؟
لا ما انت بتقول ديشن انتليجنت فيشن يعني ما تبقاش بتساعد اي حد عليها يعني. انت عارف ازاي؟ طب معلش اسمح لي ازاي في الفيلد اوف فيشن؟ انت بتقول لي عايز بص فين؟ في النقطه دي واللايت بيجي له منين؟ من اي حته؟ دي عامله زي الفيلد بالظبط على فكره. لا ما هو يا جدعان بقى انك تركز دي هايبر اكيوتي دي مش اي حد بنعاده عليها. دي عايزه بيشنت مان زي ما بقول لك المجموعه الطيارين مش عارف ايه الناس اللي هي هاي الفيجن بتاعهم اللي جيده انه يبقى عالي قوي خدت بالك تعمل لهم تشيك مع حاجات زي كده. يبقى دي نوع من انواع الايه الهايبر اكيوتي زي ما اتفقنا عشان دي بيقيس بيها مش بس الفيجوال اكيوتي ده كمان اللوكاليزيشن بتاعت السبجكت في السبيس اللي حوالينا دي اللي هي بيسموها الفيرنيري او الهايبر ايه اكيوتي. تمام؟ يعني دي حاجه بيشوفوها بس نوت ريستريكت ذا ريتنال ليفل. عايز اقول لك ان هنا بقى مش بس الريتنال ليفل اللي بتبقى مسؤول عنها ده كمان السنترال نيرفس سيستم بيبقى بيلعب فاكتور في القصه بتاعت الفيرنيري اكيوتي دي. لا طبعا طبعا لا ده بقول لك بتوع الطيارين ده يعني ده هيجيبوا باراشوت بره الكليه ده مش هيدخلوهم باب الكليه ده اساسا يعني. طيب ايه بقى الليميتيشن اوف فيجوال اكيوتي؟ كلمه صغيره بقى احنا عارفينها اللي هي موضوع الديفراكشن. عايزين نقول لك احنا قلنا ببساطه شديده جدا ان النقطه مصدر الضوء لو نقطه هل صورته على الريتنا هتبقى نقطه؟ اتفقنا لا قلنا هيحصل ايه؟ الاريس باترن. الاريس باترن دي ان الضوء ده فرش على الريتنا. كلمه فرش على الريتنا دي هنسميها باترن سبريد فانكشن. انا متقالط شويه يعني مش هنقول بلاش فرش على الريتنا ها نقولها بقى بالافرنجي دي هنسميها ايه بوينت سبريد فانكشن اللي هي هتؤدي الى الايريس باترن والايريس رينج دي. تمام هي دي اهي بص يعني هنا ده مفيش باترن سبريد فانكشن بس قلنا ده مش حقيقي. الحقيقي اهو ده اللي بيحصل هنا. تمام اهو وان احنا بنشوف المنظر ده اللي هو اسمه الايريس ايه الايريس ديسك. دي الاريس ديسك والاريس باتر ده الديسك وده الباتر. تمام اهو اتفقنا اهو وقلنا ان ده ليه علاقه بحاجتين ها مساحه ايه السايز بتاع البرفوريشن والويف لينز اهو تمام وشفنا من 80 ل 85% بيبقى موجوده في الديسك وبعدين 8% 3% 2% وهكذا. دي بقى اسمها الباترن سبريد ايه فانكشن بوينت سبريد فانكشن او باترن سبريد فانكشن دي اللي موجوده عندنا. خلاص طيب السؤال بقى هنا ازاي تشوف النقطتين كنقطتين؟ قال لك عشان تشوف النقطتين كنقطتين لازم تتبع الرايلز رول دي الرايلز رول دي او الرايلز كرايتيريون دي. تمام اذا ده هيودينا الى مين؟ الرايلز كرايتيريون دي. تمام دي it is used to calculate انك انت تشوف النقطتين دول كنقطتين ازاي؟ قال لك اهو two points or two lines are just resolved if the peak of the point spread function lies on the first trough of the other point spread function. يعني لازم البيك ده يقع على اول trough هنا اهو شايف البيك بتاع ده يقع على الترف الاولاني بتاع التاني. هو اتعلق ليه؟ مفيش ترف قبليه مش ده البيك وده اول ترف لمنظر؟ ايوه اول ترف صح لما ده اول بيك وده اول ترف لما تمام عشان هما اتنين اهو بص اهو اي دي اسمها رايلز كرايتيريوم دي الرسمه دي بتاعت رايلز كرايتيريوم. تمام يبقى انت عشان تشوف النقطتين كنقطتين على الرغم من وجود باترن سبريد فانكشن وايرز ديسك وايرز رينج مش عارف ايه عشان تشوف النقطتين كنقطتين لازم تتبع هذه الرول. تمام طيب اذا تبعت انت الرول دي بقى هينشا عندك انجل. طب الانجل دي بقى تعال نترجمها الى ريسبتورز هنا خدت بالك الى ريسبتورز عندنا. بص هنا ادي البيك ما جاش فوق الايه؟ فوق الترف شفتها نقطة تمام؟ إذا أبعد من كده أكيد هتشوف النقطتين يعني خلي بالك إذا كنت تقدر أنت تشوف دي مفتوحة كده فأنا لو فتحتها لك كده هتشوفها فاهمين إزاي؟ بس هو كده دي أقل واجب يعني. طيب بص بقى أهو شوف هنا ما شفتش النقطتين كنقطتين هنا شفتهم
2002 على الرغم من وجود ديسكس والباترن بتاع ان ما شفتهم تمام، لان دي تبعت الرايز رول، دي ما تبعتش رايز كرايتيريا. طيب بص بقى الكلام ده بقى بيعتمد على اولا رايز كرايتيريا، ثاني حاجه مساحه الريسبتور، لانك لازم تعمل استيميليشن للتو ريسبتورز وتسيب برضه سنتر ان بتوين اون ايه اون استيميليت. اهو بص دي بقى دي بقى الطريقه اللي احنا بيسموها ايه بقى اللي هي يس نو يس، كلمه يس نو يس دي اهي دي. بص افرض ان انا بص يا جماعه عندي بوينت سبريد فانكشن كده وبوينت سبريد فانكشن كده بتاعت الخط ده بتاعت الخط ده، وهو عريت انا بتاعتي، اذا كان الريسبتور بتاعي حجمه كده هشوفه ايه 1، طب اذا كان كده برضه 1، انما اذا كان كده لا هنا هشوفه 2. ليه؟ لان دي هتبقى يس ها نو يس. طب هنا هتبقى ايه؟ يس نو نو يس، ده انا هشوفها مفتوحه قوي. هنا هشوفها ايه؟ يس نو 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 يس، خلاص ما بدام يس نو يس خلاص تمام. اهي بص اذا بوزيشن A و B ده مش هشوف فيهم القصه دي، مش هيحصل لي ريزولوشن، انما من اول هنا سي ودي واي واف هشوف ريزولوشن كويس، اللي هي كلمه يس نو ايه يس، من اول يس نو يس انا هشوف كويس. طب يس نو نو يس ده انا هشوف كويس قوي، ده انا هشوف كده احسن خالص، ده انا كده هشوفهم اتنين بعاد عن بعض قوي. خدت بالك ازاي؟ طيب بصوا دي بقى، دي بقى هتدخلنا خلي بالكم عشان هتدخلنا بعد كده في حاجه اسمها سينسودال جريتنج. سينسودال ايه؟ جريتنج. البارات دي حطوها قدامي كده، والدواير دي مساحه الريسبتور بتاعي في الريتنا، دي مساله هتحلوها عندي. تاني البارات الابيض والاسود دي تمام؟ دي التارجت اللي قدامك، صوره التارجت بتاعك على الريتنا، والدوائر دي الريسبتور بتاعتك في الريتنا. ايه رايك على الريتنا هتشوف ايه؟ هل هتقدر تشوف ابيض واسود؟ لا تقدر اشوف. ليه؟ ده انا مش يس نو يس. طب شوفوا دي، شوف كده هتشوف كده. انت شايفه كده خطوط؟ الاول بيشك تشوف كده. مفيش يس نو يس. اهو عشان حجم الريسبتور البارات مش جاي عليه يس نو يس بالظبط. ثلاثة لازم يس نو يس تمام. عشان كده العيان ده بص يشوف كده، ممكن يشوف الخطوط سايحة كده ما يشوفهاش تمام. بص ده، طب المسألة دي ده حجم التارجت وده حجم الريسبتور بتاعي، هيشوفهم مخططين عشان في يس نو يس. بص بقى اهو هيشوفهم كده، ده هيشوفهم خطوط بقى تمام. اهي دي بقى عملوا البراد دي بنفس الايديا دي، انك لازم تشوف يس نو يس تمام. دي بقى اللي هي الساينوسويدز دي، خدت بالك ازاي؟ الستريكس دي ممكن تشوف بيها الفيجوال اكيوتي بتاعتك زي ما تشوف كده اهو. شوف لو انت شايف يس نو يس هتشوف كده، يو هاف جود ريزولفنج باور. طب لو ما شفتش يس نو يس، لو كله يس او كله نو هتشوفه كله جراي سكيل كده تمام. طيب الكلام ده كانت حاجات ثابته كده، يقول لك ده خطوط بالعرض، ده خطوط فيرتيكال، ده خطوط مش عارف ايه، لا ده بلوك. خدت بالك ازاي؟ انما تعالى نحرك الكلام ده بقى اللي هو الساينوسويدال جريتنج تمام. ايه بقى الساينوسويدال جريتنج دي؟ عايزين نحرك الكلام ده من خطوط ثابته اللي هي سكوير ويف جريتنجز دي الى سينوسويدال موفينج جريتنجز اللي هي الويف جريتنجز دي تمام. نحول الكلام ده ازاي؟ ان انا لازم اعمل ويف بحيث برضه تبقى يس نو يس عشان عيني يقدر يشوف. بص انا اقول لك القصه دي ماشيه ازاي، هي تعالوا نفهمها من هنا. بصوا شوف احنا هو الحته دي لان دي مهمه قوي. هنا اي بار من دول يساوي قد ايه؟ حلو. طب يبقى لو خدنا بار ومعاه حته بيضاء تمام، صح؟ اهو اعمل الويف دي 2 بلد. الويف دي بتساوي ايه؟ 2 بلد.
ويقول لك ايه 6 6 لتر. الارك ده عامل 2 مينتس اوف ارك ان 1 سايكل اللي هي ابيض واسود. فاكر بقى احنا هنعمل حرف احنا هنعملها مرات زي كده. تمام احنا هنعملها بارد كده الاثنين دي. فاحنا عايزين بقى نحرك الكلام ده. طيب انا عايز كل سايكل 30 مره. لازم تخلي الخطوط دي تعدي وتاني 30 مره بالطريقه دي. تمام ثاني انا عارف خدها 40 اتفقنا ايه عشان تشوف دي اسود ودي ابيض. احنا قلنا اي خط اسود او اي خط ابيض بيساوي لواء مانت ايه ربع ارض. طب اذا اعتبرنا ان السايكل في سايكل الجريد اليمين ان تبقى واحد ابيض واحد اسود دي هتسميها سايكل. السايكل الواحده بتاخد قد ايه؟ 2 مانت. طب من 30 من 60 هيبقى 30. يبقى اذا عشان انا اشوف اسود ابيض اقدر عينيا تريكوجنايز ده لازم انزلهم ايه في ريت 30 مره عشان اقدر اشوفهم كده. تمام طيب تعال نشوف القصه دي بيعملوها ازاي. الاختبار ده بيتعمل ازاي؟ بص شوف هو قال لك بدل ما تاخد الخطوط دي كده بدل ما تاخد الخطوط كده يس نو هناخد كل اثنين ونعتبرها سايكل. خلاص عشان بقى تشوف الخطوط دي قدامك ماشيه اهي لازم تعملها بريت 30 سايكل. اهو بص بيروح منزل لك خطوط كده ورا بعض ويبتدي يحركها لك بثيكنس مختلف اهو زي كده. كل واحده ابيض واسود دي سايكل. تمام عشان تشوفهم اثنين يبقى على الاقل لازم تشوفهم 30 مره. خلاص طب بص بقى كده راقبوا الشاشه دي. في ساعات بتشوف الخطوط وساعات ما بتشوفهاش صح ولا لا؟ اتراقبوا الشاشات دي. ها شوف حتى الرفيعه يعني دي بتوريك حاجات تخينه اللي هناك بتوريك ارفع. تمام هو بقى بيعمل ايه؟ بيلعب في الفريكونسي. تمام لغايه ما يشوف اقل حاجه انت هتشوفها لما اوريك كم مره ويقدر يحدد الفيجوال اكيوتي كده. طب دي بذاتها ايه عن الفيجوال اكيوتي العاديه؟ اللي هنا يو هاف ايه؟ ذا موفينج. هو ده اللي بيخترعوه دلوقتي اللي هو ان تشوف حاجه ايه كاينتك. ففي دلوقتي حاجات بيقيسوا فيها الفيجوال اكيوتي كده اللي هو بيسموها دي بقى السينسود الايه جريتنج. كلها بتعتمد على المينيمال ديجري اوف مينيمال فيجوال انجل احنا قلنا عليها وان البار الواحد لازم يكون 1 ديجري وان ابيض واسود يبقوا 2 ديجريز وما ان الساعه فيها 60 دقيقه يقسم 60 على 2 يبقى فيها 30 سايكل. هو يقدر يلعب في السايكل دي بحيث يخليك تقدرش تشوفه. اذا شاف ال 30 سايكل بالخطوط دي يبقى هو شايف زي 6 6 لتر بالظبط. تمام ده السيجنس بتاع الخطوط ده يساوي بالنسبه لك مسافات زي العلامه. مش العلامه الكبيره دي بتاع 60 متر ودي 6 36 واخد بالك؟ يبقى هو لو عايز يقيس لك 6 36 هيحط لك العلامه المتوسط البار التخين شويه. عايز يقيس لك 6 6 البار الرفيع شويه ويبتدي كمان يختبرها لك بقى مش بطريقه ثابته بطريقه ايه كاينتك ويشوف هتشوفيهم ولا لا. يس لازم تبقى في سايكل بالظبط. لو لعب في التايم وانت ما شفتهمش يبقى في سامثينج رونج. تمام؟ قال لك ايه بقى؟ حجم البار. لا مش عايز ازاي عايز البار. عايز البار. حجم البار ولا ايه حجم البار؟ لا هيغير الفريكونسي كاختبار. ما هو الاختبار بتاعه كده والا ملوش قيمه. ما هو السايز ده نمره واحد ان هو مات بيقيس 66 بس مش بيقيس 66 ثابته 66 ايه؟ متحركه وشوف هتديتكت ولا مش هتديتكت. والفريكونسي بالظبط. لا مش السايز ولا الفريكونسي يا ابني. بس هو دلوقتي عايز انت دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه. انا لما بعد العيان على روحه العلامات مش انا بجيب له السايز الكبير الاول نشوفها؟ تعالى الاول نجيب له الكبير ده. خلاص الكبير ده بتبقى بارات ايه كبيره.
الاول انت بتشوف البارات الكبيره خلاص، بعد كده هو بيلعب في الفريكوانسي. انت الاول شفت البارات الكبيره هو وراها لك، عارف انك شايفها، اذا عارف انك شايفها يبتدي يلعب في الفريكوانسي، لذلك انما لو انت من الاول ما شفتهاش هيعمل لك فريكوانسي ليه بقى؟ ما انت من الاول ما شفتهاش، لما كانت بطيئه في الاول انت ما شفتهاش، هي كل ما تبقى بطيئه انت هتشوفها اكتر، كل ما تسرع وجودك مش هتشوفها، خدت بالك ازاي؟ فهو بيبتدي الاول يشوفك شايفها ولا مش شايفها، شفتها يبتدي يغير الفريكوانسي، تمام؟ طيب نيجي بقى للكونتراست سنسيتيفيتي، قال لك ايه؟ قال لك كل الاختبارات اللي انت قلتوها دي كانت ابيض واسود، والابيض واسود يعني ايه؟ يعني مثلا كونتراست يعني 100% كونتراست، قال لك العيشه مش ابيض واسود، صح؟ انت وشك لون واحد؟ انا ببص على وش احكي وشكم لون واحد؟ ولا في حتت عاليه وحتت واطيه؟ وحتت عليها ظل وحتت ما عليهاش ظل، وحتت منوره اكتر من حتت، فاهم ازاي؟ مش دي كلها معلومات انا باخدها؟ صح؟ قال لك الموضوع مش كده، الموضوع انك انت تفرق لونين از تو كلرز نوت از وان كلر، لونين قريبين قوي من بعض، هو ده اللي بنسميه الكونتراست سنسيتيفيتي، تمام؟ اهو الكونتراست سنسيتيفيتي بيقول لك ايه؟ تيست اوف فيجوال اكيوتي، هوريك ليه هم راحوا للكونتراست سنسيتيفيتي. بيقول لك ايه؟ تيست اوف فيجوال اكيوتي دو نوت ادكوتلي ريفليكت ذا ابيليتي اوف ذا اي تو سي لو كونتراست اوبجكت such as our faces. تمام؟ In any condition, for example, في الكاترك، بص بقى في الكاترك. السؤال يجي في الـ MSQ ده. In many conditions like cataract, glaucoma, and optic neuritis, the visual acuity may be almost normal. While contrast sensitivity is considerably ايه؟ reduced. وضيف لي عليهم كمان بعد عمليات الريفراكتيف ايه؟ سيرج. ضيفها دي من فضل. ده كان في بيبرز وابحاث عملناها عليه. عملنا مقارنه للكونتراست سنسيتيفيتي قبل وبعد العمليه، لقينا في ريدكشن في الكونتراست سنسيتيفيتي، تمام؟ كونتراست انديكيت ذا فاريشن ان برايتنس اوف ان اوبجكت، برايتنس يعني انت بتلعب في البرايتنس اللي هي بتمثل الويف لينث بعد كده. وين ان اي تشارت يوز بيرفكتلي بلاك انك وبيرفكتلي وايت بيبر ده 100% كونتراست، خدت بالك؟ معظم الفيجوال اكيوتي شارت اللي استخدمناها كانت 100% ايه؟ كونتراست. اكيوتي شارت ار هيلبفول فور كاركترايزنج سنترال فيجوال اكيوتي، هاويفر ذي ار ليس هيلبفول فور ري اكزامينينج فيجوال فانكشن اواي فروم فيكسيشن بوينت. بص ده عملوا اللوح عامله ازاي؟ تمام؟ اولا هقول لك حاجه، اللوح دي لو كلها كانت غامقه لاحظ بص ان الحرف حجمه ما اتغيرش. امال ايه اللي اتغير؟ الكونتراست. يبقى دي بقى خلي بالك عشان تفرق بين سنينز شارت اللي هي كانت علامه وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه وبعدين اربعه وبعدين شفنا بعديها واحده ثانيه. ها لوجمار لوجمار بس كلهم كانوا نفس العدد بس بيصغروا بترتيب محدد. هنا لا نفس العدد بس ما بيصغروش، انما الالومينيشن بتاعتهم والكونتراست هي اللي بتختلف. ها انتوا شايفين لغايه انهي سطر؟ طب اقرا الاخير كده. يا ما شاء الله طبعا معايا جميل، يبقى الالومنيشن بتاعتنا هي اللي قويه يعني، تمام؟ اهي بص ادي اهي ادي التشارت، بص على نفس العدد هو هو بس الالومنيشن بتختلف. طب انا اقول لك حاجه، نقدر نعملها جريتنج ساينوسويدز؟ ساينوسويدال جريتنج اللي هي بتتحرك، ها؟ يقدروا يعملوها ولا لا؟ اه يقدروا يعملوها. البارز دي عملوها ازاي؟ بص اهي لاحظ ان هي ايه؟ هي نفس البارات بس في حتت قلل فيها الكونتراست وحتت علا فيها، يعني في النص هو مقلل الكونتراست قوي، في البريفري قلل الكونتراست. لاحظ انك انت شفت في النص خطوط في البريفري مش شايف خطوط، صح؟ هي دي شوف الكونتراست سنسيتيفيتي، عشان كده قال لك دي بتقيس سنترال وبريفرال كمان شويه. اهي بص هنا في حتت مقلل فيها الكونتراست فانت شايف فيها خطوط وحتت تقلل فيها الكونتراست، والعين يرسم لك هو شايف الخطوط في انهي مساحه. اهو عملها لك مره اوريزونتال ومره فيرتيكال، شوف تحت مقلل الكونتراست كل على الكونتراست شفت مقلل الكونتراست ما تشوفش. العيان هيرسم بقى بص الكيرف ده يعني ايه؟ بص انا هنا مثلا كده ماشي كده شفت من هنا هنا ابتديت ما اشوفش كونتراست، انا طالع هنا فانا طالع كده وبعدين هنا انا شفت هنا انا هنا مش شايف ابتديت اشوف هنا انا شخصيا اهو انا شايف كده انا شايف كده بيرسم الكيرف، فاهم ازاي؟ العيان بيرسم كيرف بالشكل اللي هو شايفه ده. في كيرف بيترسم هنا، خلي بالكم من القصه دي بقى.
تمام. During clinical testing, clinical testing of contrastant sensitivity patients presented with targets with various spatial frequencies and peak contrast sites. موجود طبعا طبعا طبعا. خد بالك الكونتراست سنسيتيفيتي كان بي تيستد ويز ساين ويف جريتنجز دي بريزنتد ويز تشارت او فيديو جريت، يعني شفناها على تشارت مره وشفناها على فيديو ايه جريتنجز اللي هي الساينوسويدز اللي احنا شفناها دي. بص بقى بما ان بقى الجراديوال ستاندرد اكتيفيتي بتاع تشارت تيست اونلي هاير سبيشال فريكوينسي 30 سايكل بير ديجري وي دو نوت بروفايد ان اكيوريت بيكتشر اوف انديفيديوال فيجوال فانكشن بارتيكولارلي وين ذير از اوكيولار ديزيز زي ما قلت لك الكاتاركت والجلوكوما والاوبتيك نيورايتس وبعد الايه ريفراكتيف سيرش. تمام اهي. يبقى نعتبر الكونتراست زي ايه بقى؟ كواليتي كواليتي ده الكوانتيتيف ده الفيجوال اكيوتي تشارتس عاديه بلاش الشورت كاتس بتاعتكم دي اقرا السطر. انا مؤاخذه يعني انا ما ببصش للحته من ورا بس الفيجوال اكيوتي تشارتس العاديه بتدي ايه؟ كوانتيتي. انما الكونتراست بيدي ايه؟ كواليتي. فهمنا بقى الحدوته دي؟ كوانتيتي. عشان كده اسمع من العيانين اللي عملوا ليفل يقول لك يس اي كان سي 6 but not the beautiful 6-6 اللي انا كنت بشوفها قبل كده بالنظر. صح؟ يعني يعني انت سلمته كوانتيتي بس سرقت منه مين؟ كواليتي. العينين بتحسها. ليه انك لعبت في الفسيولوجي؟ ليه اللي ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى منزل لنا الكورنيا 500 مايكرون خليناها 350 ولعبت في التنسال اليمنت ولعبت في الدفراكشن بتاعتها ولعبت في الحاجات دي كلها وفي الانترفيرنس لعبت في كل حاجه. هي غلط. طب ما هي غلط. العمليات دي مش فسيولوجي خالص. هي اللي فسيولوجي الوحيد فيها انك تجيب فلوس كويس. ده الزمان مش فسيولوجي. مش كلير. يعني انت عارفه مثلا ايه؟ زي ما نيجي نرسم البحر مثلا احنا مستنيين وبنرسم البحر ما بترسمش ازرق كله كده. صح مش في ازرق فاتح وغامق وحته بيضه وحته غامق. هو بقى ما يشوفهاش كده. شوف ازرق بس. ازرق درجه واحده. او مثلا بنعمل بترسمي غابه، هل الغابه بتبقى لون واحد؟ ده اخضر بدرجات صح؟ هنا لا يشوف اخضر لون واحد. كده فهمت ازاي؟ ده معنى الكونتراست. انت عارف زرار الكونتراست ده موجود عندنا في التلفزيون كلنا. اللي هو يقول لك التباين. بالعربي يقولوا عليها التباين. هو ده الكونتراست. تمام؟ جربي كده في التلفزيون بتاعك العادي في التباين ده، قلليه وزوديه تعرفي الفرق. ايه؟ في الفيديوز لا، في الفيديو سكرينز دي لا. هو بيبقى محدد لك فيها على حسب الفيجوال انجل بتاعك. تمام؟ يبقى خلي بالك بقى الكلمة دي مهمة. Contrast sensitivity testing can detect changes in visual function at times where balanced visual acuity is normal. يعني ده اسرع في الديتكشن من السنانس فيجوال كده. ليه؟ لان ده بيتكلم على كواليتي نوت ايه كوانتيتي. تمام. This can occur when corneal pathology cataract glaucoma and various other ocular diseases are ايه are present. تمام. هي يبقى ده يعني شوف انا لو هقيس الفيجوال اكيوتي كده الكونتراست بتتقاس كده. في ده اختبار اهو انك شفت الخطوط دي كخطوط انما هنا بص نفس الخطوط بس مره شفتها ومره ايه. هو بيرسم لي كيرف. هو شاف الكونتراست ده عامل ازاي. هو بيعمل كيرف بيرسم كيرف البيشنت ده. لا في ناس ممكن تشوف كيرف اعلى منك. يعني لو جبنا اثنين عيانين ثانية واحدة لو جبنا اثنين عيانين لو جبنا اثنين عيانين واحد عامل ليزك واحد مش عامل ليزك وعداهم على الكونتراست سنسيفيتي ده مش هيتم نفس الكيرف. تمام. اللي مش عامل العمليه هيرسم كيرف اعلى. يعني شاف مساحه اكبر وشاف كونتراست اكبر من الثاني اللي هو عامل العمليه. لو ايه فندم؟ لا ما انت لو عندك ديفكتيف فيجن موجود خلاص بالسنانز تشارت خلاص. لا لما يجي لك عيان يقول لك انا شايف 6-6 بس زعلان. ما تقوليش بطل مسخره بقى وامشي يا جدع انت غور بقى رمضينك وبتاع. لا.
ما خلاص بقى ما هو 6 9 فيت سكت خلاص جلسنا. ها ده بالظبط ده بقول لك كده مش في عيال يجي يبقى شايف 6 6 اقول لك انا متضايق مش كده صح. وفي عيالين كتير قوي مثلا يبقى ايه اللي كاترك دول مش عايز تعمله كاترك تعمله نظاره وتقول 6 9 كويس يقول لك لا انا مش عاجباه انا قرفان انا لا مش ليه الكواليتي مش عاجباه. انت مطلعاه 6 6 بنظارتك ومطلعاه 6 9 بس هو مش مبسوط يقول لك لا صفحه الجورنال انا مش شايفها لا انا مش عارف ايه متضايق منها لا انا ما مش عارف اشوف الالوان. خدت بالك ازاي دي بتحصل قوي. حتى كان في مؤتمر بتاع اسكرس مش اللي فات اللي قبله كانوا جابوا لوح لراجل الفنان رسام هو جابوا لوحه لما كان عنده كاتركت وجابوا لوحه بعد ما عمل الكاتركت الالوان بقت مور برايت يعني استخدم الوان ايه علق كونتراست. قبل العمليه كان بيرسم حاجات اللي بيسموها الباستيل اللي هي اللون لما يضاف عليه الابيض اللي هو الباستيل اللي هو الرومانتيك يسموه الرومانتيك كالرز اللي هي اللي بتبقى فاتحه دي قوي والفروق بين الوانه وبعضها ما كانتش ايه زاهيه. وكان هو بيقولوا الله شوف الالوان ده فظيع ده جميل ده حلو ده. بعد العمليه اكتشفوا انه بيرسم الوان ثانيه خالص هو نفسه حتى لاحظ يعني لما بص عليها بعد العمليه بعض من الوانه قبل العمليه كانت بهتانه بس قال لك انا كنت شايف كده انا كنت شايف الكونتراست دلوقتي انا شايف احسن كتير. لا هو ده هو رسم احساسه هو ما رسمش اللي هو مش رسم قصده نورمال يعني هو رسم احساسه نفسي. ها اي طب ما طبعا ما هوش الفن ما الفن جاي ده ساده جرام. في بقى شويه حاجات كده صغططه خلي بالك بتاثر على الفيجوال اكيوتي بتاعتنا. خلي بالك ازاي الاليمينيشن والريفراكتيف ايرور والكونتراست تايم اوف اكسبوجر تو تارجت لوكيشن اوف ذا ريتنا ستيميليتد للستيت اوف ادابتيشن اوف ذا اي والاي موفمنت سايد. تمام كل دي فاكتورز احنا كلنا عارفينها مهمه قوي. انا بس يهمني موضوع الاليمينيشن من فضلكم بس اللي هنناقشه بالتفصيل. الحاجات الثانيه كلها معروفه ازاي بتاثر على الفيجوال اكيوتي انما الاليمينيشن ده مهم ليه؟ لانك انت مثلا لما تيجي تقيس النور العيان الفيجوال اكيوتي في اوضه الكشف ما تنورش التارجت وتروح مطفي الدنيا انت دخلته في مرحله ثانيه انه بيبقى دارك هي ادابتد. فاهم ازاي؟ او عليت الكونتراست بطريقه غريبه بالشكل. لا لازم يبقى في الومينيشن متساويه في الاوضه وما تجيش مثلا في لوحه العلامات انت مركب اوضه مثلا لمبه 100 وتركب لي في لوحه العلامات لمبه 300 بس. لا لازم الالومينيشن تبقى متناسقه. خدت بالك وايه اللي هيحصل له؟ حاجه اسمها جلير. يعني لما تديه اضاءه جامده قوي تبص اضاءه بسيطه قوي ده يحصل حاجه اسمها جلير. خدت بالك ازاي؟ لا ما ينفعش. عشان كده لازم يبقى في توازن في الاضاءه. بص هو هنا طبعا الريفراكتيف ايرورز بيقول لك ايه؟ ان لما يكون عيان عنده ايرور في ريفراكشن البوينت سبريد فانكشن على الريتنا هيحصل لها ايه؟ هتبقى ديستوربد اكيد واحنا متوقعين. يعني زي ما يكون عيان عنده مايوبيا ناقص 5 وقلع نظارته لما يقعد يشوف العلامات هيشوف ايه؟ اول واحده مثلا ولا ويمكن ما يشوفهاش خالص لان مش هيقدر يعمل فتحات اكتر من كده لان ايه؟ البوينت سبريد فانكشن عنده ايه؟ كبيره فرشت على مساحه كبيره فالرايلز رول او كرايتيريوم ما بقتش ابليكابل هنا في الحته. فهي دي بص اهي يعني في المايوبيا والهايبروبيك اي اهي بص عايز يوريها لك اهي. بص البوينت سبريد فانكشن هنا بقت مختلفه في الهايبروبيك اي وفي المايوبيك ايز وفي الاستجمات دي حصل فيها اختلاف دي معروفه خلاص ان دي تاثر على الفيجوال اكيوتي بتاعت البيشن. البيوبل سايز زي ما قلنا سلاح ذو حدين. لو قفلناه قوي هنزود الدبس فوكس وهنزود دبس فيلد بس هنعمل ديفراكشن وهتعمل ديفراكشن يعني هتبوظ البوينت سبريد فانكشن ورا والرايلز رينج دي هتبوظ الصوره مش هتبقى كويسه. انت عايز اللي هو الاوبتيمال سايز اللي هو 2 وكام؟ 2 1 من 10 تمام؟ فده از ريجارد للبيوبل سايز. خير الامور الوسط في البيوبل اللي هو ايه من 3 ل 5 ده كويس قوي. الاليمينيشن بقى بص اهو ان الاليمينيشن اللي موجوده في الاوضه الانترست اللي نازله على لوحه العلامات والاضاءه اللي جايه لك كل دي لازم تبقى متناسقه بالشكل ده. بص اهي بص فور ريكوجنيشن تاسك فيجوال اكيوتيز جريتلي افكتد باي ذا ليفل اوف باك جراوند الاليمينيشن. خلي بالك بقى كده عشان انت بتختبر العيان في حاجه لازم تحطه في الظروف السليمه. خلي بالك من القصه دي تمام. Two branches are evident. The lower belongs to the rhodoscopic function and the upper in the cone function. بص هنا في
في عندك سيجمنت هنا وبعدين فجأة حصل سيجمنت ثانية لما لعبت في الباك جراوند الليومينيشن. ده الفيجوال اكيوتي بتاعت العيان اهي, الفيجوال اكيوتي بتاعت العيان versus the illumination, logarithm illumination, تمام, اللي هي الميلي ابيرت دي logarithm illumination. دي 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 كأنك بتعمل الاختبارات اللي بتاعت الايه دارك ادابتيشن والحاجات دي, انك انت بتلعب في الباك جراوند illumination وبتشوف الفيجوال اكيوتي عامل ازاي. تمام, بص, one theory put forward by Hitchett فترالك is that within the road population and within the cone population there are different sensitivity or differing sensitivity which are distributed randomly. Therefore, at high luminance, all cells are active for high level of visual acuity. يعني لما تعلي الالومينيشن في الأوضة هتشوف أحسن كتير. At low illumination, only cells sensitive to that level of luminance are active, and because they are distributed randomly, the retinal mosaic is coarse. The slow level of visual acuity is achieved. يعني بيقول لك لو عليت الالومينيشن في الاوضه الفيجوال اكيوتي هتبقى اعلى من الطبيعي, لو قللت الالومينيشن الفيجوال اكيوتي هتبقى اقل من ايه من الطبيعي. تمام, التايم اوف اكسبوجر اوف ذا تارجت تو ديتكت سمول برايت سبوت ديتكشن از جريتلي ديبندنت اون ذا كوانتيتي اوف لايت راذر ذان ذا اكسبوجر تايم. نوعيه الضوء اللي انت منزله مش الاكسبوجر تايم. هاويفر تو ديتكت ا لاين, خدت بالك, the acuity reciprocal width of the line is proportional to the exposure time. There is no simple acuity exposure time relationship to the resolving power time. يعني مفيش هنا خط واضح بين الاثنين نقدر نحدده لك او نقول لك عليه. تمام, طبعا area of the retina stimulated زي ما قلنا من اكثر الحتت اللي فيها visual acuity منطقه الفوبيا. تمام, طب لو احنا سكوتوبيك بارافوفيل, فاكرين لما قلت لكم النجوم ما تبصش عليها بالايه بالفوفيا, بص عليها بارافوفيل عشان تقدر تشوف, لان ده الماكسيمم كونسنتريشن بتاعت الروز بتاعتها. تمام, ادي الديستريبيوشن بتاعت الروز والكونز والفيجوال اكيوتي بتبقى عامله كده. خلاص, طبعا اريا اوف ريتنا ستيميليتد اعلى حاجه عندنا هي الفوفيا, لان بص توزيع الريسبتور الفوفيا بالذات كانت فاكرين 1 تو 1 برزنتيشن, خد بالك 1 تو 1 كوندكشن, انما كل ما بنخرج بره اليونتس بتكبر, لما توصل البريفرال يونتس تكبر قوي فالريزولوشن تقل, يبقى كل ما بنوصل ناحيه الفوبيا الريزولوشن تعلى, كل ما نبعد بره الريزولوشن ايه بتقل. عشان كده حتى في الاسكوتوبيك فيجن كان الماكسيمم فيجوال اكيوتي كام؟ 36, ما يزيدش. تمام, ما يزيدش ابدا عن 36. تمام, ده الاريا اوف ذا ريتنا ستيميليتد عشان الديستريبيوشن بتاعت الايه الريسبتور. بص معلومه بقى عامه كده, ان الفوبيا از سبيشاليزد فور ديتيلد فيجوال اكيوتي ان سيفرال ويز. الكونز ار مور سيلندر اند مور كلوزلي باكت, يعني جنب بعض قوي, than elsewhere in the retina. Each cone has its own label line for optic nerve, يعني كل واحدة one to one transmission. The blood vessels مش موجودة, خدت بالك, والاكسترا سيلز مش موجودة, فاللايت بينزل عليها بكمية كبيرة, كل ده بيخلي الفوفيا تدينا الماكسيمم فيجوال ايه اكيوتي. طبعا برضو موضوع الدارك ادابتيشن, ما تسيبش العيان قاعد في الدارك وبعدين فجأة تروح منور له نور تعمل له جلير, خليه يبقى ادابتد على اللايت اللي هو شغال عليه عشان تقدر تعمل له جود فيجوال اكيوتي ايه سيستم. الاي موفمنت ده زي ما بقول لك دي الموضوع اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ابتدوا يعملوهم, اللي هي كاينيتك ايه فيجوال اكيوتي, ايفن جابوا لوحه علامات بتتحرك بتهز. تمام, عشان يقيسوا الكونديشن دي. بص بيقول لك ايه, during steady fixation the eyes are in constant motion. Under this condition retinal image traverses a distance of about 3 minutes of an arc in 1 second. على فكره احنا عندنا مثبته, احنا كلنا عندنا مايكرو ايه نستجنس, عندنا مايكرو نستجنس بس احنا ما بنحسش بيه. تمام, يعني انت وانت كده عينك ثابته شايفها, انت ثابته قدامك كدكتور هي بتتحرك 3 مينتس اوف ان ارك بير ايه بير ثانيه. تمام, اللوحه دي اسمها اي دروب. واحد قرا كلمه اي دروب فتخيل ان العين وقعت, فاهم ازاي؟ دي 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 اسمها اي دروب ودي برضه اسمها اي دروب. بعد اكتشف ان في العين وقعت يعني كايه نقطه وقعت يعني. Thank you very much for your attention. تمام, بصوا سادة كرام, مين اللي بياخد فيزيولوجي؟ مين اللي كان بياخد فيزيولوجي معايا؟ اللي بياخد فيزيولوجي. طيب بالنسبه لجماعه الفيزيولوجي عايز اشوفكم يوم الاربع, ممكن اذا كان يناسبكم 19 الاربع ده اجازه رسمي. ما انا اقول لك الاربع ده اجازه رسمي. نعم.
هو حاجة بلدها الخميس لا الخميس جاي بقوم معلش أستاذيكم عندي الخميس رجالة يا دكتور